يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الرابعه والخمسون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع. المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون. والقادمون في انتظارهم مستقبلون. معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ. وغربة, وغربة الأيام, الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك هم تضحك أيامي وأشوفنك لو, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب موحش يا إمام يعني. موحش. موحش موحش يا, يا امام يا الدرب موحش يا امام يا لا صديق, صديق ولا رفيق سابقى, سأبقى اودع المغادرين وأستقبل, واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز, عزيز علي, عزيز علي, علي يا إمام عزيز, علي عزيز علي, عزيز علي, علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثاني عشر وهو الاخير من مجموعة الاجزاء التي تحدثت فيها بخصوص المرجع الديني المعاصر اسحاق الفياض هذا هو جزءنا الاخير في الحلقه الماضيه وصلت الى الروايه المرويه عن امامنا ابي جعفر الجواد حيث حدثنا عبد الاعلى الحلبي عن جواد الائمه صلوات الله وسلامه عليه في روايه طويله مفصله ذكرها العياشي في تفسيره وانا اقرا عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الانوار لشيخنا المجلسي الطبعه طبعه دار احياء التراث العربي والمجلس نقل الروايه عن تفسير العياشي وتفسير العياشي جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه قرات عليكم جانبا من هذه الرواية الطويلة صفحة 343 إمامنا أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: "لكأني أنظر إليهم ينظر إلى القائم وإلى أنصاره المخلصين لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة لن أعيد شرح الرواية فإنني قد شرحتها في الحلقة الماضية وإنما أقرأ الرواية كي أواصل حديثي من حيث توقفت. إمامنا الجواد يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ثلاثمائة وثلاثة عشر إنه العدد المعروف كأن قلوبهم زبر الحديد جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره يسير الرعب امامه شهرا وخلفه شهرا امده الله بخمسه الاف من الملائكه مسومين يلبسون العمائم البيضاء التي تتدلى منها من العمامه ذؤابتان حتى اذا صعد النجف الاماكن المرتفعه في ارض النجف الحديث عن خارج المدينه حتى اذا صعد النجف قال لاصحابه تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون الى الله حتى اذا اصبح اصبح الامام صلوات الله وسلامه عليه في المنطقه التي اشارت اليها الروايه حتى اذا اصبح قال خذوا بنا طريقا نخيله ومثل ما بينت لكم النخيلة اليوم هي مدينة الكفل وعلى الكوفة خندق مخندق قلت عبد الأعلى الحلبي وفقا للنسخة التي جاء فيها هذا الاسم عبد الأعلى الحلبي والا فهناك نسخه اخرى وقد تكررت عبد الاعلى الجبلي وفقا للنسخه التي اثبتت في البحار عبد الاعلى الحلبي يحدثنا عن امامنا الجواد قلت عبد الاعلى الحلبي وهو من وجوه الشيعه قلت خندق مخندق قال كلامه بتعجب باعتبار ان الكوفه شيعيه ومن ان الزمان زمان ظهور الامام فلماذا يخندقون الكوفه بخندق مخندق قلت خندق مخندق قال الذي قال هو امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه قال اي والله حتى ينتهي الى مسجد ابراهيم عليه السلام بالنخيله وهو موجود في زماننا قال اي والله حتى ينتهي الى مسجد ابراهيم عليه السلام بالنخيله فيصلي فيه ركعتين فيخرج اليه من كان بالكوفه من مرجئها من مرجئه الشيعه فيخرج اليه من كان بالكوفه من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لاصحابه قائم ال محمد استطردوا لهم فروا امامهم فلما يفرون امامهم يتوقعون انهم قد فروا خوفا فيتقدمون اليهم حينئذ يقول الامام لقواته كروا عليهم قال ابو جعفر امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز والله الخندق منهم مخبر سيقضى عليهم جميعا سيقضى على مرجئه الكوفه الذين خرجوا منهم قطعا والا فان الكوفه مشحونه بالمرجئه هؤلاء وقرات عليكم الروايه عن امامنا السجادي من ان الناس يجتمعون بالكوفة يبايعون السفياني في الوقت الذي يصل إمام زماننا إلى القادسية إلى منطقة القادسية إمامنا الجواد يقول لا يجوز والله الخندق منهم مخبر الرواية شرحتها لكم بتفصيل في الحلقه الماضيه قطعا انني ما قرات الحديث الطويل بكل تفاصيله وانما اخترت هذه الوقائع لانها تشير الى مرجئه الكوفه والحديث عن حوزه النجف حديث عن مرجئه الشيعه الحديث عن المرجع المعاصر اسحاق الفياض حديث عن مرجع مرجئي بتري القضيه ليست شخصيه بخصوصه هذا المنهج الذي عليه حوزه النجف منهج مرجئي بتري أسسه أطوسي حينما أسس الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة هذا المنهج إن لم يتغير فالعاقبة هذه مثل ما جاء في حديث إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه من ان القوم سيبايعون السفياني وسينصرون السفياني وسيحاربون امام زماننا الحجه بن الحسن هذه القضيه ليست محصوره بهذه الروايه روايات كثيره روايات وفيره تتحدث عن هذه الطامه الكبرى وقد تحدثت عن هذا الموضوع بتفصيل في العديد من برامجي المختلفه نذهب الى فاصل عن ابن, عن ابن أذينة, اذينة قال, قال أبو, ابو عبد الله, الله. الصادق صلوات الله عليه قال ابي الباقر صلوات الله عليه قال امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام يخرج ابن اكله الاكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن أم, أم ولد, ولد له, له وهي ولد حية, حية مخافة أن تدل, تدل عليه علي الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعته طبعة دار التعارف بيروت لبنان انها خطبه من خطب امير المؤمنين تبدا في الصفحه السابعه والخمسين وتستمر الى نهايه الصفحه التاسعه والخمسين رقم الحديث اثنين وعشرين امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحدثنا بهذه الخطبه العلويه الشريفه الخطبه طويله انا ساذهب الى موطن الحاجه منها امير المؤمنين يظهر اسفه على عاقبة شيعته، وماذا سيجري عليهم من أيديهم؟ هكذا يقول سيد الأوصياء ووا أسفا، ووا أسفا من فعلات الشيعة من أيديهم وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم يتحدث عن ايامه لا يتحدث عن عامة الناس ولا يتحدث عن العراقيين عموما في ذلك الوقت انما يتحدث عن شيعته وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا اذلال كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا ويا امير المؤمنين قد راينا ذلك بام اعيننا ولا زلنا نراه على ارض الواقع خصوصا في بلاد الرافدين وواسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا هذه الخطبة مثل ما قلت لكم ليست موجهة للعراقيين إنها موجهة لشيعته فهذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين بالمدينة مثلما يحدثنا امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خطب امير المؤمنين بالمدينه فحمد الله واثنى عليه الى ان يصل بنا الكلام الى هنا وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الاصل الاصل هو الامام المعصوم القرائن في الخطبه كلها فان الامام يتحدث عن زمان الفتن الشديده وزمان الفتن الشديده هو زمان الغيبه الطويله والتي يقول فيما يقول عن احوالها امير المؤمنين في الخطبه نفسها في الصفحة التاسعة والخمسين ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد اضعاف ما تاهت بنو اسرائيل انها متاهة الشيعة زمان الغيبة الطويلة ومن ايديهم من ايديهم أسفا من فعلات شيعتي من أيديهم ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل أعود إلى كلام أمير المؤمنين الذي ما أكملته وهو يتحدث عن شيعته المتشتتة غدا عن الاصل يا علي يا علي النبي يخاطبه انت اصل الدين فاصل الدين هو الامام المعصوم الشيعه ماذا فعلت في زمان الغيبه الطويله؟ تشتتت عن امام زمانها ومر علينا الحديث عن ان الامام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كاره للواقع الشيعي مثلما بين ذلك في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 والمفيد توفي سنة 413 في هذه الرساله اعني في الرساله الثانيه التي وصلت الى المفيد من الناحيه المقدسه تحدث امام زماننا عن كراهته للواقع الشيعي امير المؤمنين قبل ان يتحرك الى العراق في المدينه يتحدث عن شيعته عموما وهذا الكلام ينطبق بنحو ادق بنحو اوضح على شيعه العراق قبل ان ينطبق على شيعه امير المؤمنين في البقاع الاخرى فالامام في المدينه يتحدث عن شيعته ولم يكن له في المدينه من شيعه كثيرين انما شيعته كانوا في العراق حتى قبل ان ينتقل الى الكوفه سلمان المحمدي سلمان الفارسي مهد لامير المؤمنين ما مهد حينما كان واليا على المدائن وكذلك حذيفة ابن اليمان الذي صار واليا على المدائن بعد وفاة سلمان الفارسي مالك الأشتر ومن معه من رجال أمير المؤمنين كانوا في الكوفة الكوفه كان فيها من الشيعه بنحو اكثر مما كان لامير المؤمنين من شيعه في المدينه فهو حينما يتحدث هنا في المدينه هو يشير الى شيعته في العراق لا يشير الى كل العراقيين وانما يشير الى شيعته في العراق وان كان يتحدث في المدينه المتشتته غدا عن الاصل والشيعه في كل مكان تشتت عن امام زمانهم الذي هو اصل الدين فالدين واصل الدين رجل هو الامام كما يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرساله التي كتبها بخط يده جوابا على اسئله بعث بها في رساله المفضل بن عمر الى امامنا الصادق صلوات الله عليه المتشتته غدا عن الاصل النازله بالفرع يبحثون عن الفروع اكانوا على حق ام كانوا على باطل يتركون الاصل ويتمسكون بالفرع حتى لو كان علماء الشيعه على الحق فان التمسك الشديد بهم كالتمسك بالامام المعصوم لا يريده ائمتنا صلوات الله عليهم ائمتنا وجهونا الى التمسك بهم اما ان نتمسك بعلمائهم الذين لا وجود لهم بيننا هؤلاء الذين يقال لهم علماء شيعه هؤلاء علماء الشيعه علماء شيعه العلماء الشيعه شيعه المراجع العلماء الذين يتصفون بالاوصاف التي يريدها امام زماننا لا وجود لهم بيننا على الاقل اتحدث عن معرفتي بالواقع الشيعي اكنتم توافقونني ام انكم لا توافقونني في الحقيقه لا اعرف شخصا في الجو الحوزوي في النجف وغير النجف تتوفر فيه صفه واحده من الاوصاف التي يريدها إمام زماننا ما أعرفه أن مراجع النجف وغير النجف من مراجع الشيعة أوصافهم بالضبط تناقض الأوصاف التي يريدها إمام زماننا بدرجة مئة بالمئة على الأقل هذا من وجهة نظري المتشتتة الحديث عن الشيعة المتشتتة غدا عن الاصل النازلة بالفرع تبحث عن الفروع اما ان تتمسك بهاشمي بعلوي لانه ينتسب الى امير المؤمنين وما هو على منهجه هو مرجئي بتري اكان معمما ام لم يكن معمما لانه ان كان من الاحزاب القطبيه فالاحزاب القطبيه احزاب مرجئيه بتريه مقصره هي مرجئيه من جهه مرجعيه النجف مرجعيه طوسي ومرجعية وبتريه وناصبيه من جهه قطبيتها القذره فهذه هي الحاله الموجوده في واقعنا الشيعي الحديث عن الشيعه المتشتته غدا عن الاصل تشتتوا عن امام زمانهم ومر علينا في الحلقتين الماضيتين كيف ان المرجع الاعلم الذي عينه السيستاني من بعده على انه الاعلم لا يفقه شيئا في شؤون امام زمانه وفيما يرتبط بغيبته وظهوره ولا يفقه شيئا فيما يرتبط بمعرفه الامامه ومقام الامام صلوات الله وسلامه عليه الهراء الذي ذكرته لكم في الحلقتين الماضيتين اذا كان حال الاعلم هو هذا فما هو حال القطبيين في الاحزاب الشيعيه الدينيه السياسيه القذره المتشتتة غدا عن الاصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، يتوقعون ان النجاح وان الفلاح وان الصلاح ياتي من هنا. المرجعية صمام الامان، يتوقعون ان الفتح من هنا. ولا يعلمون ان الضلال بكله قد جاءهم من هنا المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم آخذ بغصن بفرع اينما مال الغصن مال معه تركوا الاصل وذهبوا الى التفاريع ذهبوا الى الغصون التي ربما كانت مصابه كانت مريضه كانت قريبه من ان تسقط على الارض كانت قريبه من الجفاف وربما جفت كانت ذابله فهي لا ترتبط ارتباطا صحيحا باصلها هذه هي الغصون التي يتحدث عنها امير المؤمنين انها الغصون المتكسره على الارض انها الغصون المتعفنة اليابسة الذابلة التي لا تتصل اتصالا صحيحا بالاصل بحيث أن طعامها أن ماءها أن أملاحها تصل إليها وواسفا أسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب وتقرأ أيضا كل حزب بحسب التقدير والإعراب كل حزب منهم آخذ بغصن أينما مال الغصن مال معه والنتيجة هي هذه مثلما يقسم سيد الأوصياء ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد اضعاف ما تاهت بنو اسرائيل وهذا الامر يشتد شيئا فشيئا كلما قاربنا عصر الظهور الشريف من مجموع الاحاديث والخطب والروايات فان المرجئه هي التي ستهيمن على الواقع الشيعي ومن روايه امامنا الجوادي التي حدثنا بها عبد الاعلى الحلبي وقرات ما قرات عليكم منها فان الكوفه تسيطر عليها المرجئه ومن هنا يخندقون الخنادق المخندقه ويبايعون السفياني ويجمعون شيعه العراق وبعد ذلك يخرجون لقتال امام زماننا فاحذروا من مرجئه الكوفه وتفحصوا عقائدهم بانفسكم ان لم تصدقوا كلامي. واختبروهم من طريق ان تسالوهم سلوهم سلوا اولادهم سلوا وكلاءهم سلوا تلامذتهم اقرأوا كتبهم ادخلوا على مواقعهم الالكترونيه اذا فسح لكم المجال ان تسالوهم هم قد لا يفسح لكم هذا المجال اعرفوا حقيقتهم فاذا ما عرفتم انهم مرجئه بتريه مقصره انهم نواصب اشيعه فاحذروهم على دينكم سيضللونكم وسيصنعون منكم حشدا مقدسا لحرب إمام زمانكم مثلما يضحكون عليكم الآن ويدفعونكم لحرب قناة القمر التي تعرض لكم حقائق معارف العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل عن زائدة, زائدة بن قدامة, قدامة، عن عبد الكريم،, عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك, يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه, عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنه يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفه والحيره قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن امامنا الباقر ايضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال, فقال أن يكون, يكون ذلك يا جابر ولما تكثر, تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة سؤال مهم ساساله نيابه عنكم واجيب عليه كيف نعرف المرجئ عدوا الى برامجي عدوا الى برامجي واطلعوا على تفاصيلها وادرسوا مجموعه حلقات اعرف امامك حينئذ تستطيعون ان تعرفوا المرجئ بحسب ما يريد امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنني ساجيبكم بالاجمال المرجئ اول ملمح من ملامح شخصيته اما ان يكون عديم البراءه من اعداء محمد وال محمد او ان يكون ضعيفها وربما فيما بينه وبين نفسه يكون عديم البراءه لكنه يتظاهر بشيء ضعيف من البراءه ضعف البراءه علامه واضحه اذا ما جمعت مع علامات اخرى تشير الى مرجئيه هذا الشخص هذا اولا ثانيا الموقف الذي يجعله ميالا محبا بشكل واضح لغير اشياع اهل البيت في الوقت الذي يتنفر من اشياع اهل البيت الذين يعرف عنهم شده الولاء وشده البراءه هذه الحالات بمجموعها تحدثنا عن براءته المعدومه او الضعيفه علامة أخرى علامة ثالثة ملمح ثالث مشكلة عنده مع الشهادة الثالثة قطعا هو يعتقد من أن ذكر عليا في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي يعتقد من أن ذلك يبطل الصلاه قطعا هذه عقيدته انا لا اتحدث عن هذا لكن عنده مشكله في ذكر الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه ويحاول ان يضعف ذكرها بطريقه وباخرى من الاخر عند دوده من الاخر عند دوده دوده وتنبش انها دوده المرجعيه المرجئيه علامه اخرى عنده مشكله مع ظلامه فاطمه يحاول بطريقه واخرى ان يبرئ قتلتها من جريمه القتل ان يضعف الموضوع بطريقه واخرى اما ان ينكره اصلا اذا كان هناك من مجال لذلك واما ان يصوره بتصوير ضعيف بطريقه شيطانيه خبيثه قذره ويحاول بطريقه واخرى ان يقلل من شان فاطمه لا بشكل ظاهري واضح وانما باسلوب شيطاني خبيث هذا انا لاحظته عند اكثر مراجع الشيعه في كتبهم في دروسهم في احاديثهم منذ زمان الطوسي والى يومنا هذا تتفقون معي تختلفون معي تجدون ترقيعا تصنعون لهم توجيها تخلقون لهم اعذارا ذلك امر راجع اليكم بالنسبه لي انا لا افعل كل ذلك الميت ميتي واعرف كلب ابن كلب علامه اخرى عنده مشكله مع الشعائر الحسينيه يظلون مثل ذيل الشلب وهي الشعائر الحسينيه صحيح في الشعائر الحسينيه هناك الكثير من العيوب لكنها على عيوبها هي افضل ما عندنا في الواقع الشيعي القذر الذي قذره ونجسه مراجع النجف مراجع حوزه الطوسي فافضل ما عندنا في الواقع الشيعي رغم عيوبها رغم ما فيها من الهزال والتخلف والضعف هي افضل ما عندنا في الواقع الشيعي إذا بقي الأمر على إسحاق الفياض الأعلى وأمثاله ماذا أقول لكم؟ فإنهم لن يتركوا مكانا إلا ويخرون فيه أتحدث عن المراجع العظام دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا على رؤوس الأنام مشكلة أخرى تتضح عند المرجئ تشكيكه بأحاديث أهل البيت تشكيكه بالزيارات والادعيه تشكيكه بمقامات العتره الغيبيه مشكله اخرى عنده ايضا جهله بشؤون امام زماننا تشكيكه بكثير من الحوادث التي تقع زمان الغيبه في الماضي في الحاضر من لقاءات للامام ببعض شيعته وهناك من القرائن الدالة على صدق اولئك الشيعة لا وهناك من القرائن الواضحة الدالة على صدق اولئك الشيعة لا اتحدث عن المدعين والكذابين من امثال هذه المجموعات اليمانيه القحطانيه المولويه الى غيرها لا اتحدث عن هذه المجموعات تتفقون معي تختلفون معي هذا امر راجع اليكم انا مسؤول عن عقيدتي انتم مسؤولون عن عقيدتكم ايضا مشكله واضحه جدا عند المرجئ فيما يرتبط باللعن القولي باللعن في دعاء صنمي قريش باللعن في زياره عاشوراء وغير ذلك هو جزء من البراءه لكن لان المرجئه يركزون على هذه النقطه كثيرا لذا افردتها هناك قائمه طويله من علائم المرجئ يمكنكم ان تطبقوها على مراجع حوزه الطوسي على اصحاب العمائم من اولادهم من وكلائهم وهناك امران عند المرجئه تفضيلهم القران على الامام المعصوم يقولون من ان القران افضل واشرف من الامام المعصوم تفضيلهم الانبياء من اولي العزم او حتى من غير اولي العزم على ائمتنا قائمه طويله من ملامح الشخصيه الدينية الاعتقادية للمرجئ للبتري وجدتم هذه العلائم كلها وجدتم بعضها فهذا مرجئي بتري هؤلاء هم المرجئة هؤلاء هم البترية هؤلاء هم المقصرة الذين يقول عنهم إمامنا الصادق انهم اعداؤنا انهم اعداء العترة لا اتحدث عن عوام الشيعة عوام الشيعة قد يكونون هكذا لكن ليس بسببهم وانما بسبب المراجع المرجئة البترية لكن اذا ما ترسخت هذه العقائد في عقول وقلوب عوام الشيعه فانهم سيصبحون شيئا فشيئا مرجئه وبعد ذلك سيبايعون السفياني وسيقاتلون امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من كانت فيه بعض هذه العلائم فليبحث عن العلاج لأن العلائم هذه ستتفاقم شيئا فشيئا وتقود الإنسان إلى الهلاك أتحدث عن هلاك الدين أتحدث عن هلاك العقيده ابحثوا بأنفسكم عن الحقائق وعن العقائد لا تصدقوا كلامي أنا لست شخصا مهما ولا اقول من ان كل كلامي دقيق ابدا ما عرضته في هذه الحلقات على سبيل المثال في الحلقات التي تحدثت فيها عن اسحاق الفياض ما عرضته في هذه الحلقات صحيح انني بذلت جهدي في ان يكون الكلام دقيقا ان يكون الكلام صحيحا لكن هناك حكم بشري هناك هفوات بشريه الهفوات البشريه موجوده على طول الخط في هذه الحلقات وفي غيرها هناك الغفله هناك النسيان هناك الاشتباه هناك التقديم التاخير هناك غفله وهفوه واشتباه بشري لا بد منه لا أستطيع أن أتخلص منه ولا تستطيعون أنتم إذا استطعنا أن نتخلص من ذلك فما نحن ببشر عاديين فكل أحاديثي في الماضي وفي الحاضر وفي هذه الحلقة وفيما يأتي إلى أن أموت كل شيء أقوله أكتبه اتحدث به ابينه محكوم بالهفوه البشريه انا احاول ان اكون دقيقا احاول ان اكون صادقا صادقا من الجهه العلميه او من الجهه الدينيه او من الجهه الاخلاقيه بقدر ما استطيع بحدود ما اتمكن لكن الغفله والنسيان والضعف هذا شان بشري يحكمني ويحكمكم انا اعطيكم ضمانا انني اراعي الدقه والامانه العلميه والامانه الدينيه فيما انقله لكم بحدود الممكن وتبقى مساحه للهفوات والاخطاء البشريه الاعتياديه التي هي موجوده عند الجميع ولذا لا اقول لكم صدقوا كلامي ولا اقول لكم اتبعوني اقول لكم تاكدوا من دقه كلامي وتاكدوا من صحته وبعد ذلك حاولوا ان تدركوا الحقيقه بانفسكم كي تتمكنوا من النجاه نجاتكم بايديكم وليست بيد شخص اخر لا بيدي ولا بيد غيري فانا ابحث عن نجاتي بنفسي ولا استطيع ان اوفر لكم نجاه حتى لاقرب الناس لا استطيع ان اوفر له نجاه لا استطيع ان اوفر نجاه لعائلتي انا لا استطيع ان اوفر نجاه لنفسي الا بتوفيق ورعايه من امام زماني فكيف اكون قادرا على توفير النجاه لغيري اكان قريبا مني ام كان بعيدا عني هذا هو واقعي وواقعكم وواقعنا جميعا هذا هو الواقع الشيعي البشري من كان مصابا ببعض هذه الاعراض او بكلها وهو يريد القرب من امام زمانه عليه ان يبادر لعلاج هذه الاعراض التي ستتفاقم وستجعل منه مرجئيا بتريا مقصرا. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من علامات المرجئه انكارهم لهذا التفسير. تشكيكهم في روايات هذا التفسير. هذه علامه عمليه. اذا وجدتم مرجعا عالما فقيها ينكر هذا التفسير أو ينكر أكثر أحاديثه فهذا مرجئي بتري قذر فاحذروه على دينكم هذه الطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قم المقدسة صفحه 311 رقم الحديث 221 عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول صادق العترة علماء شيعتنا قطعا انهم المرضيون عندهم عند العترة علماء شيعتنا مرابطون مرت علينا الآية الأخيرة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا إمامكم ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي الثغر الحدود انها حدود العقيده انها حدود الدين انها حدود معارف اهل البيت علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي ابليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا كيف يكون ذلك عبر الاعلام في زماننا هذا عبر قناه القمر عبر النشاط الالكتروني لقناه القمر على الشبكه العنكبوتيه علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي ابليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا انهم ضعفاء العقيده ضعفاء المعرفه ما هم بضعفاء الابدان ولا هم بضعفاء الاموال انهم ضعفاء العقول ضعفاء الايمان علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي بني نجف ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا ما أنا جئتكم بمثال من حديث إسحاق الفياض في إجابة عامة لكل الشيعة عبر مجلة الانتظار انه يضلل شيعة بإجابته تلك ويأخذ شيعة بعيدا عن امام زماننا مثلما بينت لكم وهذا حال بقيه المراجع لو انني كنت استعرضت المباني الخاطئه التي تحدث فيها السيستاني وسعيد الحكيم وبشير النجفي في اجاباتهم لوجدتم لو ان احوالهم اسوا من حال اسحاق الفياض ان لم يكونوا في حد سواء سيكونون اسوا منه وقد تحدثت عن مثل هذه المطالب الفاضحه الناصبيه في عقائدهم في برامجي المختلفه واذا ما وجدت فرصه فانني ساعود اليهم ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا وهؤلاء أخطر هؤلاء أخطر من الوهابيين لأن الشيعة يقدسونه الشيعة لا يقدسون الوهابيين ولا يثقون بكلامهم ولا ينصتون إليهم إنما يقدسون إسحاق الفياض الأعلام ومن نصبه يقدسون هؤلاء ويأخذون دينهم منهم ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر في تلك الأزمنة في زمان الحديث كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة مليون لانه يدفع عن اديان محبينا وذلك يدفع عن ابدانهم ذلك الذي يجاهد في معارك السيف اعيد قراءه الحديث عليكم طبقوه على الواقع هل ينطبق هذا على مراجع حوزه الطوسي ام ان الموجود هو بالضبط يناقض ما يقوله امامنا الصادق علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي ابليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن ان يتسلط عليهم ابليس وشيعته النواصب الا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان افضل ممن جاهد الروم والترك والخزر الف الف مره لانه يدفع عن اديان محبينا وذلك يدفع عن ابدانهم حديث اخر صفحه 313 رقم الحديث 224 عن امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه حديثنا عن ابي جعفر الجواد هكذا يقول ان من تكفل بايتام ال محمد انهم شيعتهم الذين لا يملكون المعرفه والعقيده الصحيحه الكامله ان من تكفل بايتام ال محمد المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهم الاسراء في ايدي شياطينهم وفي ايدي النواصب من اعدائنا من هم اعداء العتره انهم مقصره الشيعه هكذا قال امامنا الصادق للمفضل ابن عمر من ان الناصبه يتحدث عن نواصب سقيفه بني ساعده من انهم اعداء شيعتنا اعداؤكم ومن ان المقصره وهم اشيعه من العلماء وهذا بينه امامنا الصادق للمفضل ابن عمر وقرات عليكم الاحاديث يتحدث عن علماء الشيعة من أنهم المقصرة هم أعداؤنا أعداء العترة هم نواصب الشيعة إمامنا الصادق وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة ضعفاء العلم ضعفاء المعرفة ضعفاء العقيدة من ان هؤلاء المراجع اضروا على ضعفاء الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه ان من تكفل بايتام ال محمد هذا كلام امامنا الجواد المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهم الاسراء في ايدي شياطينهم وفي ايدي النواصب من اعدائنا فاستنقذهم منهم واخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل ائمتهم ليفضلون عند الله تعالى على العابد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليله البدر على اخفى كوكب في السماء على اصغر نجم على اصغر كوكب في السماء الاحاديث بهذا المضمون كثيره وخصوصا في هذا الكتاب الشريف في تفسير امامنا العسكري الذي هو سيد تفاسير ال علي لا كما ينكره المرجئه الاوباش من كبار مراجع حوزه الطوسي المرجئيه القذره الاحاديث واضحه فان الائمه يريدون من علمائهم المرضيين ان يكونوا بهذه الاوصاف وهؤلاء لن يستطيعوا ان يكونوا بهذه الاوصاف ما لم يكونوا على علم بقرانهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو جزء من تفسيرهم فهذه الاحاديث جاءت في تفسيرهم في تفسير امامنا الحسن العسكري فلا بد لهؤلاء العلماء ان يكونوا على علم على معرفه بقران ائمتهم المفسر بتفسيرهم وان يكونوا على موسوعيه باحاديث ائمتهم اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا ولا بد ان يكون الفهم من ائمتنا مثلما بايعنا في بيعه الغدير واشترط علينا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي قارنوا بين هذا المنطقي الصافي الواضح وبين منطقي المراجع المرجئه البتريه المقصره في حوزه النجف القضية واضحة وصورة بينة فالعلماء المرضيون عند أئمتنا لابد أن تكون براءتهم الفكرية والعملية والعاطفية والقولية أن تكون في اشد ما يمكن ان تكون وكذا ولايتهم القران يصف الذين امنوا بانهم اشد حبا لله وهذا الحب لن يكون عميقا من دون براءه عميقه الميزان فاطمه يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ان نرضى برضا فاطمه ان نرسم عقولنا وان نرسم قلوبنا وفقا لخارطه الرضا الفاطمي ووفقا لخارطة الغضب الفاطمي حينئذ نستطيع ان نكون في هذه الاجواء في هذه الاجواء العقائديه التي تشع بصيرة وضياء وحماسا عقائديا مفعما بعمق المعرفة وذوق العطرة وحق الحسين هذا هو الدين وحق الحسين هذا هو الدين وهذه هي المعرفة التي يريدها صاحب الامر منا وهذه هي العقيده التي يريدها رسول الله منا يريدها امير المؤمنين منا تريدها الزهراء منا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولعنه الله على اعدائهم والمنكرين فضلهم والمشككين في احاديثهم والساخرين من معارفهم وعلى كل من لا يرضى بلعن اعدائهم الا لعنه على كل من كان سببا يحول فيما بين شيعة وبين إمام زمانهم في غابر الأزمان في يومنا هذا وفيما سيأتي في قادم الزمن نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ان لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم لا زال الحديث مرتبطا باسحاق الفياض وأنا حينما أتحدث عن إسحاق الفياض لا أريد أن يكون الحديث خاصا به فقط إسحاق الفياض أنموذج للمرجع الأعلم بحسب تشخيص السيستاني الذي هو الأعلى بحسب ما يقول اتباعه ومقلدوه فالسيستاني هو الاعلم بحسب اتباعه ومقلديه وهم اكثر الشيعه في زماننا فهذا السيستاني الاعلم هو الذي عين اسحاق الفياض من انه الاعلم من بعده فهو مثال نموذجي لدراسه واقع حوزه النجف ولدراسه واقع المرجعيه الشيعيه بقيه المراجع حالهم كحاله ان لم يكونوا اسوا وحال السيستاني كحاله أيضا فإسحاق الفياض زميل للسيستاني والسيستاني يعرف بشكل واضح يعرف عقائده لأنهما على عقيدة واحدة وعلى مذاق واحد وعلى مشرب واحد لذا اختاره وجعله الاعلم من بعده وارجع مقلديه في المسائل الاحتياطيه اليه فالقبائح والقذارات التي تجلت من خلال حديث عن اسحاق الفياض هي هي بالنسبه للسيستاني الاعلى وهي هي بالنسبه لبشير النجفي ولغيره ولسعيد الحكيم الذي توفي ولبقيه المراجع وللمراجع الذين يقفون في الصف المنهج هو هو منهج اسحاق الفياض هو منهج حوزه النجف عقائد اسحاق الفياض عقائد حوزة النجف فتاوى اسحاق الفياض فتاوى حوزة النجف هو لم يأتي بشيء منافر مضاد مخالف لحوزة النجف هو ابن حوزة النجف وهو رمز من رموز المجموعة الخوئية المرجعية فإسحاق الفياض ما هو بحالة شاذة إسحاق الفياض هو جزء من الحالة الشرعية الطبيعية الشائعة في حوزة النجف الرجل لم يأت بشيء غريب عما عليه حوزة النجاة إنما جاء بكل قذارة وبكل مستغرب بالقياس إلى منهج العترة الطاهرة الذين تابعوا هذه الحلقات واستغربوا من جهله ومن مخالفته للذوق وللمنطق وللعقل وللقران ولحديث العتره ولادعيتهم وزياراتهم يتصورون ان البقيه يختلفون عنه ابدا انتم استغربتم ذلك لانني عرضته على منهج العتره زركت بالسونار بسونار القمر وطلع الخياس كله البقيه ان لم يكونوا مماثلين له فهم اسوأ منه، لا تتوقعوا ان احدا في النجف احسن حالا منه هذه هي الحالة الشرعية الطبيعية الحالة الاسحاقية الفياضية هي هي الحالة الخوئية وهي هي الحالة السيستانية وهي هي الحالة المرجعية النجفية الطوسية المرجئية البترية التي تتحقق في جميع اصحاب العمائم الكبيرة هذا هو واقع النجف كان منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين ولا زال الفارق بين ما مضى وما هو الآن كلما تقدم الزمان كلما كان الحال أسوأ فمرجعية السيستاني أقبح وأسوأ وأقذر من المرجعيات السابقة المرجعية القادمة من بعد مرجعية السيستاني ستكون أقبح وأقذر وأسوأ وأبعد عن الحجة ابن الحسن مما كانت عليه مرجعية السيستاني هذا هو واقع النجفي من الآخر لا زال حديثنا في اجواء اسحاق الفياط ومثلما علمنا ائمتنا من ان عقل الرجل يعرف من رسوله بتعبير عملي فان عقل المرجع في النجف يعرف من مدير مكتبه مثلما يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعرف عقل الرجل من رسوله هناك عده وسائل من كتابه من كنيته اتحدث عن هذه الجهه التي اشارت اليها كلماتهم الشريفه صلوات الله عليه يعرف عقل الرجل من رسوله بتطبيق عملي في زماننا يعرف عقل المرجع في النجف من مدير مكتبه خصوصا اذا كان صهرا من اصهاره فنحن نعرف عقل المرجع من خلال مدير مكتبه الذي يعتمد عليه ويبعثه رسولا الى المراجع الاخرين الى الحكومات الى الجهات المختلفه الى الشيعه في كل مكان ويتحدث عنه في الاعلام ويكتب ويقول وينشر الى بقيه التفاصيل المختلفه مدير مكتبي اسحاق الفياض محمد جواد مهدوي شيخ محمد جواد مهدوي والذي هو صهره وزوج بنته توفي بسبب الكورونا اخذته الكورونا في اذيالها مثل ما اخذت الكثيرين ولا زالت تاخذ الناس وربما اخذتنا معها في اذيالها في اطراف اذيالها في البدايه ساعرض لكم صورا لمحمد جواد مهدوي كي تطلعوا على صوره الشخصيه وقد عرضت بعضا منها في الحلقات المتقدمه رجاء اعرضوا لنا الصوره رقم واحد هذا هو محمد جواد مهدوي مدير مكتب اسحاق الفياض وهو صهره زوج ابنته ورسوله إلى المراجع إلى الحكومة إلى المؤسسات إلى الشيعة في العراق وغير العراق وهو الذي يتحدث نيابة عن والد زوجته إسحاق الفياض اعرضوا لنا صورته مع إسحاق الفياض هذه صورة اسحاق الفياض مع مدير مكتبه وصهره محمد جواد مهدوي هذه الصورة في النجف وفي اجواء العتبة العلوية اعرضوا لنا صورة اخرى ايضا في النجف وفي اجواء العتبة العلوية هذه صورة أخرى لإسحاق الفياض مع مدير مكتبه وصهره محمد جواد مهدوي رجاء اعرضوا لنا صورة إسحاق الفياض مع محمد جواد مهدوي هنا في لندن في مؤسسة الخوي واضح الشخص الاول بالعمامه السوداء هو مدير مؤسسه الخوئي هو المشرف عليها انه عبد الصاحب الخوئي وصوره اسحاق الفياض واضحه الذي يجلس بجانبه هو مدير مكتبه وصهره محمد جواد مهدوي هذا هو محمد جواد مهدوي مدير مكتب اسحاق الفياض وصهره ورسوله ومثل ما قلت لكم يعرف عقل الرجل من رسوله يعرف عقل المرجع ويعرف مدى علمه مدى ثقافته مدى حكمته يعرف من خلال مدير مكتبه مثلما الاعلم حينما يعين لنا الاعلم من بعده من خلال الاعلم الثاني نستطيع ان نعرف الاعلم الاول فاذا كنا لا نعرف ان الاعلم الاول اخرط من قاعه فاننا نستطيع ان نعرفه من خلال الاعلم الثاني الذي عينه الاعلم الاول فلما يكون الاعلم الثاني اخرط من قاعه هذا يعني ان الاعلم الاول اخرط من قاعه والا كيف عينه فهذا بمثابه رسوله لانه يرجع مقلديه الى العمل بفتاواه في المسائل الاحتياطيه هذا اصلا اكثر من رسول انه الاعلم انه المرجع الاعلم فهذا يكشف لنا عن ان المرجع السيستانيه الذي عين إسحاق الفياض من أنه الأعلم هو خرطي أيضا مثل ما إسحاق الفياض خرطي خرطي بتمام معنى الكلمة وراح تشوفوا أيضا من أن إسحاق الفياض أخرطي من جميع الجهات أخرطي في بياناته أخرطي في عقائده أخرطي في فتاوى اخرطي في سرقه الاموال يتفق يا الحراميه اخرطي في معرفته بامام زمانه اخرطي في معرفته بالقران اخرطي حتى في قراءته للقران لم يبق من شيء الا والمرجع الاعلم اسحاق الفياض الا وهو فيه اخرطي فهذا يكشف عن ان الذي عينه الاعلم اخرطي ايضا في جميع حالاته وشؤوناته ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لشيعتي بهذه التحف هنيئا للشيعه فيديو سأعرضه عليكم لا أرغب في إعادته في إعادة بثه لأنه طويل بعض الشيء ولكنني إذا أصبحت مضطرا إلى عرضه مرة أخرى سأعيد عرضه بين ايديكم قناه وصال تعرفونها انها نار على علم في النصب والعداء للعتره الطاهره لا احتاج الى تعريفها باكثر من ذلك من كوادرها فراج الصهيبي في برنامج عنوانه بل نقذف بالحق يتصل اتصالا تليفونيا عبر البث المباشر فبرنامجه هذا يبث بثا مباشرا يتصل بمن يتصل بمكتب مرجعيه اسحاق الفياض الذي يجيب على اتصاله هو هذا الذي عرضت صوره لكم شيخ محمد جواد مهدوي مدير المكتب وصهر وزوج بنت إسحاق الفياض هو الذي يجيب بالمجمل نص المكالمة نص الحديث مطبوع أمامي لكنه طويل يتألف من خمس صفحات من الأيفور بحجم الأيفور فلا أجد وقتا لقراءته والوقت يجري سريعا يجري سريعا عندي الكثير من المطالب ماذا سأصنع لهذا الوقت؟ لكنني مثلما قلت لكم هذا هو الجزء الأخير إذا صارت الحلقة طويلة فاعذروني لأنني أريد أن أختم حديثي فيما يرتبط بإسحاق الفياض بشكل سريع فراج الصهيبي يوجه سؤالا إلى مدير مكتبي المرجعي الاعلمي بعد السيستاني بتعيين من السيستاني والذي هو صهر اسحاق الفياض شيخ محمد جواد مهدوي فراج الصهيبي يساله السؤال الناصبيه الوهابيه المعروف عن قضيه بناء القبور من انكم انتم الشيعه تبنون القبور وهذا 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 الى اخره وسأله هل ان النبي بنى على القبور؟ هل ان امير المؤمنين بنى على القبور؟ وهو يجيب بالسلب محمد جواد مهدوي الى ان قال له إذا على أي أساس أنتم بنيتم القبور؟ ولماذا لم يبني الأئمة أئمتكم القبور؟ شنو قال له؟ قال ما كان عندهم فلوس. ما عندهم فلوس بعد ذلك هو فراج الصهيبي في قناته الخاصة على اليوتيوب يأتي بمجموعه فيديوات لمعممي الشيعه يتحدثون عن الخمس ومن ان الائمه كانوا ياخذون الخمس من الشيعه فقال الائمه عندهم فلوس لو ما عندهم فلوس اذا كانوا فتساءل الرجل محقا قال الأئمة عندهم فلوس لو ما عندهم فلوس إذا عندهم فلوس فشلون يقول محمد جواد مهدوي ما عندهم فلوس على أي حال هذا في فيديو خاص به نشره على الإنترنت موجود يمكنكم أن تشاهدوا هذا الفيديو ما جئت به لضيق الوقت بعد ذلك يتهرب محمد جواد مهدوي من الحديث مع فراج الصهيبي، سأعرض الفيديو عليكم ويقول له هذا السؤال مو من اختصاصنا مو من اختصاص مكاتب المراجع روح اسأل الفضائيات اسألوا الفضائيات أدري شنو اختصاصكم اذا الاسئله الدينيه مو اختصاصكم شنو اختصاصكم انتم يقول له روح اسال الفضائيات ما هي الفضائيات متفرعه عن قذاراتكم الجهل الذي عندكم موجود في الفضائيات الشيعيه الفضائيات الشيعيه مسخره ومكاتب مراجع الشيعة مسخرة ومراجع الشيعة مسخرة فالراجع الصهيبي يقول له هذه عقائد والعقائد أهم من الأحكام فأنتم شنو مراجع لا تجيبون على العقائد وتقول لي روح اسأل الفضائية رجاءً اعرضوا لنا الفيديو السلام عليكم وعليكم السلام مكتب المرجع إسحاق الفياض نعم تفضل من هو شيخ المهدوي تفضلوا حياك الله شيخ المهدوي مرحبا بك كيف حالك أه. الحمد لله شيخ وفقك الله عندي سؤال بسيط نحن نرى مراقد الأئمة والأنبياء وغير ذلك من المراقد الموجودة في العراق وفي إيران وفي غيره السؤال هل فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا هل علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعل هذا الحسن والحسين فعل هذا طبعا على قبور ابائهم بعد وفاتهم صوتك مو واضح اقري السؤال مره ثانيه ابن زحمة السؤال هل امر النبي صلى الله عليه وسلم او فعل بنى المساجد, نعم. المساجد على القبور بنى المساجد على القبور نعم لا ما أمر الله أكبر سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه نعم. هل بنى نعم. على القبور ما ما موجود في التاريخ الله أكبر هل سيدنا الحسن والحسين فعل ذلك؟ ما بنا ولا ما بنا. سبحان الله. من أين لكم اذا يا شيخ مهدوي؟ نعم. من أين لكم بهذا؟ هذه القبور الموجودة في العراق اليوم؟ تقولون أن هذا دين أهل البيت؟ من أين وأهل البيت لم يعرفوا ذلك أبداً النبي وأهل بيته. انت انت فهمك خاطئ، فهمك فهمك خاطئ. هذه مو مساجد. شنو مو مساجد؟ هذه مراقد. مو مساجد. لا يسجد عندها ويصلى عندها. من كيف؟ مراقد من الطاهرين. يصلى عندها ام لا يا شيخ؟ في بيوت. في بيوت إن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إيش هذه البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ في بيوت أبن الله ان ترفع فيها ما هي يا شيخ مهدوي؟ هذه من تلك البيوت الوارد في القران عزيزي اعوذ بكلمات الله في القران في بيوت المساجد التي يصلى فيها الصلاه ما هي مساجد دخل مو مساجد هذه مراقد مو مساجد كيف جعلت الايه في المراقد والنبي تقول لم يعرفها والعلي لم يعرفها والحسن والحس الحسين لم يعرفوها؟ ما ما بنوا فلوس ما كان عندهم فلوس يبنون. عجيب ما عندهم فلوس <applause> ما عندهم الآن الناس الناس بنوا المراقد الله اكبر لا 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 كان عندهم كان من الله كما بنى الله. النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد كما بنى علي مسجد الكوفه ان كان قد بنى لا أذكر ما بنى أم لاحقا؟ فلم يبني عني النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بنى مسجده لماذا لا يبني على القبور صوتك ف... مو واضح عندي أنا ما أسمع نص كلامك طي... طول بالك شوية وتسمعني إن شاء الله تذكرني الاسم مرة ثانية ما أسمع صوتك الصوت مو واضح الاسم الكريم شيخ المهدوي بس عشان اناديك فيه احنا شبكتنا هنا شبكة الشيخ صوتك مو واضح عندي اخي طيب <applause> الحين ما عندهم فلوس ما خالص. هل امروا بالبناء على القبور؟ اتصل اتصل في هذه اختصاص اهل الخبره وبالفضائيات انت خذت جوابك من المهدوي الحكم الشرع نسال احنا نجيب على الاحكام الشرعيه ليس الا العقائد اهم والعقائد التوحيد اهم هذه اسئله واجوبه مع الفضائيات هم المكاتب المراجع اسال الفضائيات <applause> جوابك حصلت على جوابك الفضائيات تختلف يعني جوابك هذه وهذه مو مساجد وهذه مراقد للائمه الاطهار عليهم السلام يسجد عندها ولا لا؟ ومذكور في القران في بيوتهم يا آه شيخ مهدا وفقك الله أنفق إلي ما علي. عندي الجواب هو هذا جوابي جوابك ما عندهم فلوس أهلا وسهلا سؤال, سؤال سؤال يا شيخ مهدوي وفقك الله أي سلامك الله لحظة لحظة اسمعني اسمعني تصبح على خير لحظة تصبح على خير لحظة لحظة خليك معاي أقول لك صوتك مو واضح راح اوضحه ان شاء الله راح اوضحه راح أوضح أوضح ان شاء الله. سؤال يا شيخ مهدي ويوفقك الله. هل امروا بالبناء على القبور؟ سؤالك اذنك صوتك مو واضح عزيزي هل امروا بالبناء على القبور؟ ما ما امروا سبحان الله. تقول ما عندهم فلوس يعني اكيد انهم قالوا يا ناس افعلوا هناك لم يامروا ولم يفعلوا بل ورد النهي عن البناء على القبور في حديث النبي واهل بيته وسنقرا بعد قليل لماذا لم يبنوا يعني كان طوب حجر يعني على قبر يستهلك فلوس واجد ما يستهلك شيء كثير اذا كان من ال شوفوا لنا غيره ما مشكله احنا متعودين على مكاتب المراجع وهروب مكاتب المراجع للاسف هذه مكاتب استفتاءات تفتي يا اخوه هذا المرجع اسحاق الفياض احد المراجع الاربعه المعظمين عند الشيعه بشير النجف السيستاني محمد سعيد الحكيم إسحاق الفياض أربعة مراجع معظمة هذا مكتب أحد الأربعة المعظمين بس مو في العراق بس في العالم تفضل قال ما عندهم فلوس لكن يقول ما أمروا ولا فعلوا إي أنا أقول لك من اللي أمر اللي أمر هم اليهود وأتباعهم المراجع اللي فعل هم اليهود واتباعهم المراجع ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام بل حذر منه ما فعله علي بن ابي طالب بل حذر منه ما فعله الحسن والحسين بل حذر منه ما فعله الباكر والصادق بل حذروا منه على اي مله انتم ايها الشيعه اللهم اهدهم فانهم لا يعلمون شوفوا لنا واحد ثاني يا جماعه انا لا اعبا بما يقوله النواصب ولا يصح من شيعي ان يعبا بما يقوله النواصب لهم دينهم ولنا ديننا لا شان لنا بهم يقولون ما يقولون ويعتقدون ما يعتقدون اولئك ابناء سقيفة بني ساعده ونحن ابناء الغدير وفارق بين الغدير وسقيفة بني ساعده نحن ابناء الغدير وهم ابناء سقيفة بني ساعده ابناء الغدير لهم دينهم وابناء سقيفة بني ساعده لهم دينهم انا لا ابالي بما يقولون المشكله من ان هذا المنطق الذي يتحدث به فراج الصهيبي يجعل شباب الشيعه لا اقول من انهم سيعتقدون بكلامه لكن هذا المنطق يجعل شباب الشيعه يشعرون بهوان دينهم يشعرون بضعف عقيدتهم فهذا مكتب المرجعيه هذا احد المراجع الاربعه الكبار كبار بطاعة الحظ بيش؟ كبار كبار في السفاهة كبار في الجهل والجهالة كبار في سرقة الشيعة باسم صاحب الزمان كبار في الغباء والثور كبار في هذا أحد المراجع الأربعة الكبار وهو الأعلام الأعلام من بعد السيستاني السيستاني معينة هو الأعلام مو هو السيستاني هو الاعلى وانتم شفتوا صور الاشخاص اللي عينوا السيستاني هو الاعلى عرضت الصور عليكم فذولاك عينوه الاعلى محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي وعلى هالوزن ذولا هم اللي عينوا السيستاني الاعلى وهو عين اسحاق الفياض الاعلى شباب الشيعه يرسمون صوره عظيمه للمراجع واذا هذا واقع مراجع الشيعه فالراجل الصهيبي ما هو من عظماء النواصب هو واحد منهم كلامه منطقي وحديثه منطقي جدا الهراء عند مراجعنا عند مدير مكتب المرجعية عند محمد جواد مهدوي يقول له ما بنوا لأن ما عندهم فلوس هو بعدين قال له قال له يعني هن طابوقات شي كلفن فلوس قضية البناء على القبور طابوقات بحسب زمانهم شي كلفن فلوس ما عندهم فلوس زين والأخماس وين صارت مو تقولون الأئمة كانوا يأخذون الأخماس بعد ذلك يقول له هذا لا تسأل مكاتب المراجع روح اسأل الفضائيات ادري انتم شو تجاوبون عن اي شيء هو حتى الاحكام وفتاوى الاحكام هي مخالفه لاهل البيت فتاواكم مخالفه لاهل البيت مخالفه للقران منهجكم الاستنباطي ناصب قذر يعني يرجعون سائلين إلى الفضائيات الفضائيات صارت هي المرجع مو أنتم تقولون المرجعية صمام أمان وهي الحصن الحصين وهي القادرة على أن تقدم الحلول هسه ما أدري من أين تقدمهن من. من فوق ما أدري من من جوا هو كل الحكي صار من جوا بعد على هذا الضراط الحكي كله صار من جوه من ضيع الله حظكم طيح الله حظ المرجعيه وطيح الله حظ الشيعة اللي تعتقد بهج مراجع نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم, ويسلم ما فيها لهم, لهم لا شيه فيها, فيها قال لا خصومة, خصومه فيها لعدوهم وان يكون, وأن يكون لهم, لهم فيها ما, ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم, وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام, وإنما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه رجاء اعيد بث فيديو فراج الصهيبي السلام عليكم وعليكم السلام مكتب المرجع إسحاق الفياض نعم تفضل من هو هاي شيخ المهدوي تفضلوا حياك الله شيخ المهدوي مرحبا بك كيف حالك أه. الحمد لله شيخ وفقك الله عندي سؤال بسيط آه نحن تفضل. هنا مراقد الأئمة والأنبياء وغير ذلك من المراقد الموجودة في العراق وفي إيران وفي غيره السؤال هل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا هل علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعل هذا الحسن والحسين فعل هذا طبعا على قبور ابائهم بعد وفاتهم صوتك مو واضح عيد ايه السؤال مره ثانيه ابن زحمة السؤال هل امر النبي صلى الله عليه وسلم او فعل بنى المساجد, نعم. المساجد على القبور المساجد على القبور نعم لا ما أمر الله اكبر سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه نعم. هل بنى نعم. على القبور ما ما موجود في التاريخ الله أكبر هل سيدنا الحسن والحسين فعل ذلك ما بنوا سبحان الله من أين لكم إذن يا شيخ مهدوي نعم من أين لكم بهذا هذه القبور الموجودة في العراق اليوم تقولون أن هذا دين أهل البيت من أين وأهل البيت لم يعرفوا ذلك أبدا النبي وأهل بيته انت انت فهمك خاطئ، فهمك فهمك خاطئ. هذه مو مساجد. شلون مو مساجد؟ هذه مراقد. مو مساجد. لا يصلي عندها ويصلى عندها. من كيف؟ مراقد من الطاهرين. يصلى عندها أم لا يا شيخ؟ في بيوت. في بيوت إن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ايش هذه البيوت التي امر الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ في بيوت ابن الله ان ترفع فيها ما هي يا شيخ مهدوي هذه من تلك البيوت الوارد في القران عزيزي اعوذ بكلمات الله في القران في بيوت المساجد التي يصلى فيها الصلاه ما تخيل نحن مو مساجد هذه مراقد مو مساجد كيف جعلت الايه في المراقد والنبي تقول لم يعرفها والعلي لم يعرفها والحسن والحس الحسين لم يعرفوها ما ما بنوا في ما كان عندهم فلوس يبنون عجيب ما عندهم فلوس ما عندهم الآن الناس الناس بنوا المراحل الله اكبر لا 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 كان عندهم كان من الدين كما بنى النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد كما بنى علي مسجد الكوفه ان كان قد بنى لا أذكر ما أم لاحقا فلم يبني علي النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بنى مسجده لماذا لا يبني على القبور صوتك ف... مو واضح عندي أنا ما أسمع نص كلامك طي... طول بالك شوية وتسمعني إن شاء الله تذكرني الاسم فوية. مرة ثانية ما أسمع صوتك الصوت إيه. مو واضح الاسم الكريم شيخ المهدوي بس عشان اناديك فيه نحن شبكتنا هنا شبكة شيخ صوتك مو واضح عندي اخي طيب الحين ما عندهم فلوس ما يخالف هل امروا بالبناء على القبور؟ اتصل اتصل في هذه الاختصاص اهل الخبره وبالفضائيات انت خذت جوابك من المهدوي نحن احنا نجيب على الاحكام الشرعيه اللي سائل <تصفح> العقائد, العقائد اهم العقائد امر اهم هذه اسئله واجوبه مع الفضائيات هم المكاتب المراجع اسال الفضائيات جوابك حصل على جوابك هذه لل... تختلف مساجد وهذه مو مساجد وهذه مراقد للائمه الاطهار عليهم السلام يسجد عندها ولا لا؟ ومذكور عندها ولا في القران يا آه شيخ مهدوي وفقك الله. انصتي لي عندي لي. هو هذا جوابي. جوابك ما عندهم فلوس. عزيزي اهلا وسهلا. سؤال, سؤال سؤال يا هذا شيخ مهدوي وفقك الله. اي سلامك الله. لحظة لحظة اسمعني اسمعني. تصبح على خير. لحظة تصبح لحظة على خير. لحظة لحظة خليك معاي أقول لك صوتك مو واضح. راح اوضحها ان شاء الله راح اوضحها راح اوضحها أوضحة ان شاء الله سؤال يا شيخ موهد. مهدي ويوفقك الله هل امروا بالبناء على القبور سؤالك ابيك صوتك مو واضح عزيزي هل امروا بالبناء على القبور ما ما امروا سبحان الله تقول ما عندهم فلوس يعني اكيد انهم قالوا يا ناس افعلوا لم يامروا ولم يفعلوا بل ورد النهي عن البناء على القبور في حديث النبي واهل بيته وسنقرا بعد قليل لماذا لم يبنوا؟ يعني كان طوب حجر يعني على قبر يستهلك فلوس واجد ما يستهلك شيء كثير اذا كان من ال لنا غيره ما مشكله احنا متعودين على مكاتب المراجع وهروب مكاتب المراجع للاسف هذه مكاتب استفتاءات تفتي يا اخوه هذا المرجع اسحاق الفياض احد المراجع الاربعه المعظمين عند الشيعه بشير النجف السيستاني محمد سعيد الحكيم اسحاق الفياض أربعة مراجع معظمة هذا مكتب أحد الأربع المعظمين بس مو في العراق بس في العالم تفضل قال ما عندهم فلوس لكن يقول ما أمروا ولا فعلوا هي إيه أنا أقول لك من اللي أمر اللي أمر هم اليهود وأتباعهم المراجع اللي فعل هم اليهود واتباعهم المراجع ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام بل حذر منه ما فعله علي بن ابي طالب بل حذر منه ما فعله الحسن والحسين بل حذر منه ما فعله الباقر والصادق بل حذروا منه على اي مله انتم ايها الشيعه اللهم اهدهم فانهم لا يعلمون شوفوا لنا واحد ثاني يا جماعه هذا هو نفسه محمد الجواد مهدوي مدير مكتب مرجعيه اسحاق الفياض وهو صهره ايضا هو نفسه عرضته لكم في فيديو سابق وساعيده مع افضل الشامي الذي هو ناطق رسمي باسم العتبه الحسينيه في وقائع وتفاصيل احداث مجزره باب الرجاء المجزرة التي حدثت في العاشر من المحرم في رغدة طويريج حادثة يعرفها العراقيون وقد تحدثت عنها في برنامج مفصل لا اريد ان اقف عندها من جمله ضحايا المجزرة شاب عراقي عباس المحمداوي وله حكايه اخوه لما ذهب لاستلام جثته رفضوا ان يسلموا الجثه حتى يتنازل عن حقه في ان يوقع على وثيقه تشتمل تلك الوثيقه على تنازل عن اي حق له يطالب به بخصوص ما جرى على أخيه من أنه قتل في تلك المجزرة حكاية عرضناها أحد الكذابين الذين كذبوا عبر الإنترنت وفي فيديو مسجل هو هذا محمد جواد مهدوي فكان أفضل الشامي يرتب فيديو ل ايراني اخوه ايضا قد قتل في المتزره لزائر ايراني فلان المحمداوي الاخ الاكبر للقتيل تحدث عن هذا الذي جرى عليه حينما ذهب لاستلام جثه اخيه فرتبوا فيديو لتكذيبه أحد الذين كانوا يكذبون في هذا الفيديو هو هذا محمد جواد مهدوي، لاحظوا لسانه مع فراج الصهيبي وكيف كشف فراج الصهيبي عن جهله وعن جهل مراجع النجا وعن سخفه ولاحظوا لسانه وهو يكذب الشيعة من الضحايا الذين هم قتلوهم في باب الرجاء بسبب تقصير ممثلي المرجعيه عبد المهدي الكربلاء ومن معه قارن بين لسانه وهو يكذب على الشيعه ويكذب الضحايا المقتولين وبين لسانه وهو يتحدث بجهل وسفاهه وسخف مع فراج الصهيبي رجاء اعرضوا لنا الفيديو بس صور هذه نعم لا العفو انا فيديو هسه اصور سيدنا خلي يصير سي كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله هذا شو اسمه؟ شو؟ بس بين وهذا اخوك ما اسمه شنو؟ حسين خوري، حسين خاور، من وين صور من ياما من اي مكان مترجم منه بس العفو بس المشهد ناخذ رقم الموبايل انزل على الصورة صورها انزل على الصورة انزل على الصور اه هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد محمداوي قرات يقول هذا اخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء تعالوا هذا أرد طلع ما جاي قبلون يقولون تنازل عن الدعوة يلا نطلع الكلام كله كذى يستغل حتى الكلام كله كذير أي مانع ماكو الآن شيعنا جثمان الشهيد حسين قاوري وهو سلطان علي اللي هو من اهالي مشهد المقدسه اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رقدة الخواري اللي هي هاي صورته الان مع الممن هذا اخوه وهذا اخوه من مشهد نعم فعلى جميع وهذه الصوره مالته كذلك لا يصدقوا بالقيل والقال في في مجال التواصل الاجتماعي كل كلام كذب بأن هذا هو اخو الشهيد والان شيعنا في كربلاء وشيعه في العباسيه <applause> ثم ننقل جنازته مقرح الى وادي السلام في النجف الاشرف الى جميع المؤمنين انه كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شيخنا آه بارك الله فيكم احسنتم وعظم الله اجوركم والبقاء في حياتكم ماجورين ان شاء الله. يكذب على الشيعه يقول لهم من أن حادثة المحمداوي لم تكن قد حدثت والرجل أخوه مقتول ولما ذهب الاستلام الجثة قالوا ما قالوا له وهذا الأمر فعله كل أولياء المقتولين من العراقيين لكنهم لم يقرأوا الوثيقة التي وقعوها جاءوا بشخص ايراني هو لا يعرف العربيه يريد ان ياخذ جثه اخيه ويعود الى ايران وقع على الورقه وذهب هؤلاء هم الكذابون هذا هو الكذاب نفسه الذي يكذب هنا ويضحك على الشيعه هو نفسه الذي كان يتحدث مع فراج الصهيبي هذا هو واقع مراجعكم وهذا هو واقع اصهارهم وواقع مدراء مكاتبهم ومثل ما قلت لكم يعرف عقل الرجل من رسوله ويعرف عقل المرجع من مدير مكتبه وصهره انا لا اعبا بالنواصب ماذا يقولون انما اعبا بالشيعه مثل ما مر علينا قبل قليل من ان علماء الشيعه الذين يكونون مرضيين عند ائمتنا يرابطون عند الثغور كي يحافظوا على دين الشيعه على دين ايتام ال محمد الذين يريدون أن يحافظوا على دينهم سأعرض لأبنائي وبناتي جانبا من ثقافة الكتاب والعترة فيما يرتبط بالمشاهد الشريفة للعتبات المقدسه لقبور ائمتنا في العراق في ايران وفي اي مكان اخر لا شان لي بالنواصب هل يقبلون كلامي او لا يقبلونه انا حديثي مع شباب الشيعه لانني اذا كنت اريد ان اناقش النواصب فان طريقه النقاش ستكون مختلفه انما اريد ان اعلم شباب شيعتي من ان عقائدنا قرانيه حقيقيه من ان عقائدنا اسست على ثقافة العترة ولا تعبأوا بهؤلاء الجهال من المراجع الأغبياء ومن مدراء مكاتبهم الجهال السفهاء لا تعبأوا بهؤلاء عودوا إلى دين محمد وآل محمد الحقيقي عودوا إلى منهاج بيعة الغدير والذي سأعرض لكم جانبا من ثقافته في هذه المسألة في مسألة البناء على قبور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين سأبدأ من الكتاب الكريم مثل ما عودتكم دائما انني أبدأ بالكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم وأثني بحديث العترة الطاهرة المفهم بقواعد تفهيمهم وأبرأ من قذارات نواصب سقيفة بني ساعده وأبرأ براءة مضاعفة ومضاعفة جدا من قذارات نواصب سقيفه بني طوسي سقيفه بني نجف الا لعنه عليها الا لعنه على سقيفتهم النجسه الا لعنه على منهجهم القذر انني اتحدث عن منهج حوزه النجف عن منهج المرجئه والبتريه والمقصره اعود الى الكتاب الكريم إلى سورة البقرة إلى واقعة طالوت وكيف أن بني إسرائيل تعرضوا لظلم عظيم من طواغيت زمانهم وتحديدا من جالوت حكاية طالوت وجالوت في سورة البقرة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ إذ قالوا لنبي لهم نبيهم شموئل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ارادوا قائدا عسكريا وحاكما يحكمهم الحكايه فيها تفصيل وانا لا اريد ان احكي حكايه طالوت وجالوت انما اريد ان اذهب الى نقطه في هذه الواقعه هي التي اريد ان اتحدث عنها ما قرأته كان جزءا من الآية السادسة والأربعين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة في الآيات التي تليها وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال هذا مقياس الملك عندهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين حديثنا عن التابوت وبشكل موجز ما هو هذا التابوت؟ التابوت يعني الصندوق الصندوق المقفل الصندوق المقفل الذي له باب له غطاء صندوق مقفل هو هذا التابوت لما اعترض اليهود على نبيهم شموئيل من انهم لا يقتنعون بطالوت ملكا عليهم فقال الذي قال ومن جمله ما قال لهم من ان ايه ملكه ان يعود التابوت اليكم ما هو هذا التابوت؟ كما قلت لكم التابوت صندوق مقفل هذا هو الصندوق نفسه الذي وضعت فيه ام موسى ولدها موسى النبي والقته في اليم كما اوحى الله اليها في سوره طه في الايه الثامنه والثلاثين بعد البسملة وما بعدها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى والخطاب لموسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ماذا أوحى الله إليها قطعا عبر الملائكة أن اقذفيه في التابوت في الصندوق المقفل أن اقذفيه في التابوت ضعيه في صندوق مقفل أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني جميل هذا التعبير والقيت عليك محبه مني ايه بلاغه هنا ولتصنع على عيني على اي حال اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت هذا هو التابوت نفسه صار تابوتا مقدسا بعد ذلك بتقديس سماوي بتقديس نبوي هذا التابوت بقي محفوظا عند ال فرعون عند فرعون في قصر فرعون وبعد ذلك رجع التابوت الى موسى في هذا التابوت وضعت عصا موسى فعصا موسى تتغير هيئتها كما يريد موسى وضعت في هذا التابوت ووضع في هذا التابوت رضراض الالواح هكذا تقول الروايات انها الاجزاء المتكسره من الواح الشريعه التي جاء بها موسى من الميقات فلما وجد بني اسرائيل يعبدون العجل تعبيرا عن غضبه ألقى بالألواح على الأرض وتكسرت فصارت رضراضا كانت ألواحا من الصخر المرمر فرضراض الألواح احتفظ به موسى في هذا التابوت مع عصاه وفي التابوت آثار أخرى من ثيابه من اثار ال هارون الايه هكذا تقول وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم هذه السكينه هي ريح اعجازيه كانت اذا ما صدرت من هذا التابوت وقد قدموه في معاركهم فانهم سينتصرون في معاركهم هم يريدون قائدا عسكريا وملكا يقودهم لحرب اعدائهم فهم بحاجه الى هذا التابوت لانه اذا ما قدم في القتال ووضع امام الجيش اليهودي فإن ريحا هي السكينه تخرج منه تكون علامه لنصره جيش اليهودي على الجيوش التي يقاتلونها هذا التفصيل مذكور في الروايات وفي الاحاديث وانا لا اريد ان احدثكم عن كل شيء وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى من ثيابه من شيء من اثارهم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون فالتابوت صندوق مقفل فيه عصا موسى ورضراض الالواح وفيه اثار من ثياب موسى وال موسى ومن ثياب واغراض هارون وال هارون هذا التابوت كان مقدسا وقد وضعوه في اقدس مكان في معبدهم انه قدس الاقداس بنوا له بناء خاصا في المعبد اليهودي بناء خاصا بطقوس خاصه وبحجر خاص وبزينه خاصه وجاءوا باثمن الاشياء لتزيين ذلك المكان لتزيين قدس الاقداس احتراما واجلالا وتقديسا لهذا التابوت الذي وضعت فيه ام موسى موسى حينما كان رضيعا والقت به في اليم وكان هذا الصندوق عند ال فرعون احتفظوا به وانتقل بعد ذلك الى موسى ووضع فيه ما وضع من اثاره وكذلك يوشع ابن نون وصيه من بعده يوشع ابن نون وضع ما وضع من اثار ال هارون ومن اثاره وصار رمزا مقدسا عند اليهودي الى ان حدث الفساد فدخل الاطفال يعبثون في المعبد اليهودي وراحوا يعبثون في قدس الاقداس واخرجوا التابوت واخذوا يجرونه في الشوارع والطرقات فرفعه الله رفعته الملائكه اخذته منهم واختفى من بني إسرائيل وعدوه علامة لفشلهم ولخذلانهم فها هو نبيهم شموئيل يقول لهم العلامة الإلهية التي تؤكد من أن الله هو الذي اختار لكم طالوت سيعود لكم التابوت الذي يعرف بتابوت السكينة مثل ما قالت الآية أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إلى أي جهة أنا أقصد أنا أقول من أن الديانة اليهودية وهي ديانة سماوية كانت تقدس آثار آل موسى وآل هارون وتبني بناء عظيما هو قدس الأقداس من اقدس ما كان عند اليهود لذلك الصندوق الذي فيه ما فيه من اثار ال موسى واهل هارون الايه واضحه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ثم تقول الايه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين قطعا اليهود ماذا سيفعلون؟ سيقدسونه بطريقه هي اعظم مما قدسوه سابقا تعبيرا عن ندمهم عن الذي صدر منهم فها هو القرآن يقرر هذا التقديس وها هو القرآن يجعل عودة ذلك التابوت آية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وفي تلك الفترة هذا الأمر جرى على يد نبي من أنبيائهم بدات الحكايه الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الى بقيه تفاصيل الواقعه هذا بناء على صندوق فيه شيء من آثار آل موسى وآل هارون بناء قدس الأقداس القرآن لم يعترض على هذا وإنما سبحانه وتعالى القرآن لم يعترض على هذا بل ان الله سبحانه وتعالى رفع التابوت من بني اسرائيل حينما ذهب الاطفال والصبية الى قدس الاقداس واخرجوه من هناك فرفعت الملائكة التابوت هذا بناء عظيم وبطقوس خاصة وبخصوصيات معينه عند اليهود ومعقده جدا كان بناء على تابوت السكينه على الصندوق الذي وضع فيه موسى حينما وضعته امه فيه والقته في اليم الوقت يجري سريعا لكنني اعتقد ان اللقطه التي اردت الاشاره اليها وصلت اليكم هكذا اتمنى فهذا تقديس لصندوق لبقايا ثياب لآل موسى وآل هارون ماذا في هذا التابوت؟ فيه سكينة من ربكم هذا الجانب الاعجازي يعني ان الله يؤيد هذا الامر وبقية مما ترك آل موسى واهل هارون هذا في الديانة اليهودية بناء عظيم هو اقدس ما في معبدهم يسمى بقدس الاقداس لاجل هذا الصندوق الذي فيه آثار, اثار 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 من ال موسى وال هارون فماذا تقولون لاجزاء بل لكل وليس لاجزاء بل لكل يقول محمد عنها صلى الله عليه وآله في حديث الكساء لحمهم لحمي ودمهم دمي. ماذا تقولون لهذا؟ صندوق صندوق صندوق, صندوق وضع فيه موسى حينما كان رضيعا واخرجوا موسى منه وبقي ملقا في قصر فرعون لا يعبا به لكنه بقي محفوظا بقدره الله بقي ذلك الصندوق محفوظا الى ان صار عنوان قداسه وتقديس الى الحد الذي انزل الله فيه السكينه انها ريح السكينه التي كانت اذا ما هبت من ذلك الصندوق انتصر اليهود في ايه معركه من معاركهم حينما يقدمون تابوت السكينه. ماذا في هذا التابوت؟ بقايا خرق من ثياب اهل موسى وآل هارون. كل هذا التقديس وكل هذه المباركه من الله ان جعل ريح السكينه فيه وبعد ذلك لما اهين ذلك الصندوق رفعه الله. وجرى الذي جرى على بني اسرائيل من مهانه وذل وظلم وحينما نصب لهم ملكا من قبله نصب لهم طالوت ايه ملكه ان يعود التابوت كي يقدسوه وقدسه اليهود بنحو مضاعف على النحو السابق، وهذا شيء طبيعي. انها ردة فعل بعد ندم شديد، وبعد ما جرى ما جرى عليهم من المذلة والهوان والظلم الشديد الذي تحملوه. فماذا تقولون لكيانات يقول عنها محمد صلى الله عليه واله ما انا الذي اقول هو الذي يقول لحمهم لحمي ودمهم دمي في دعاء الندبه الشريف محمد صلى الله عليه واله هكذا يقول لامير المؤمنين انت اخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. حديث واحد ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على هذه القذارة على قمامة حوزة النجف بحسب منهجهم حديث الكساء هذا ضعيف حديث بحسب منهجه حديث الكساء هذا ضعيف دعاء الندبة هذا ضعيف أيضا ألا لعنة على منهجه لحمهم لحمي ودمهم دمي صلوات الله عليهم تابوا صندوق فيه خرق وفيه بقايا صخر مرمر رخام متكسر كل هذه التفاصيل يرتب الله عليه وهذه الايات وهذا القرآن يخبرنا كي نعتبر بها كي نتدبر منها هذا الشأن اليهودي الشأن المسيحي أذهب بكم إلى سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف لا أريد أن أحكي لكم حكايه اصحاب الكهف لكنكم تعرفون ان كلبا كان بينهم القران صريح من ان كلبا كان معهم وحينما اغلق الله الكهف عليهم بعد رجوعهم الى الحياه كان الكلب معهم في الكهف كلب عين نجسه ولكن حين انتسب اليهم صار هذا الكلب من سكان الجنان في احاديث اهل البيت كلب اهل الكهف سيكون في الجنه معهم ماذا نقرأ في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم بعد أن استيقظوا ليعلموا ليعلم الناس في زمانهم الذين كانوا في نقاش طويل حول البعث وبعث الناس في يوم القيامة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم بعدما أغلق الله الكهف عليهم هم طلبوا ذلك من الله أن يقبض أرواحهم القصة مفصلة لا مجال للحديث عنها فبعد أن أغلق الكهف عليهم مع الكلب فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم الذين ما كانوا على دين الحق هكذا قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم وهم اهل الحق لنتخذن عليهم مسجدا ما هذا قبر اهل الكهف مع كلبهم قبضت ارواحهم في كهفهم واغلق الله ذلك الكهف عليهم ولم يستطع احد من الذين جاءوا لزيارتهم بعدما بعثوا الى الحياه لم يستطع احد ان يدخل الى ذلك الكهف فبنوا على قبرهم هذا مسجدا فهذا مسجد بني على قبر اصحاب الكهف بصريح القران هؤلاء اولياء وهذا مسجد بني على قبرهم والقران يقرر هذا لم يعترض القران على هذا وهؤلاء كانوا نصارى اصحاب الكهف كانوا من اتباع عيسى المسيح كانوا على ديانه عيسى المسيح اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا القران قرر هذا المعنى انا لا اريد أن أحتج بهذا في ديانة الإسلام أبدا لكنني أقول في ديانة اليهود بناء على صندوق فيه خرق من ثياب آل موسى وآل هارون في ديانة اليهود بناء على صندوق فيه بقايا بقايا من خرق من ثياب آل موسى وآل هارون رضراض من رخام مكسر من صخر مكسر هذا هو الذي كان في الصندوق فبنوا عليه بناء عظيما ولما اخرج الصبيان ذلك الصندوق من ذلك البناء العظيم جرى ما جرى على بني اسرائيل حكايه طالوت وجالوت والقران قررها وها هو القران يقرر هذا المعنى في ديانه النصارى ايضا فدور العبادة مساجد عند اليهود عند النصارى عند المسلمين عند اليهود زمان دينهم الحق وعند النصارى زمان دينهم الحق اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هناك تفاصيل كثيره في هذا الموضوع انا لا اريد ان اخوض في التفاصيل واختلف المفسرون والروايات اشارت الى جهات عديده ترتبط بتفاصيل ووقائع ما جرى على اصحاب الكهف لكنني اتحدث هنا بالاجمال. اعتقد ان صورة باتت واضحة عن المنطق القرآني وعن منطق الديانات السماوية. انا لا احتج بسيرة اليهود في ديننا ولا احتج بسيرة النصارى في ديننا. انما اقول من ان القرآن قرر لهم هذه الحقيقة. ايه حقيقه حقيقه توقير وتعزير اثار الانبياء وتوقير وتعزير الاولياء حتى الكلب الذي كان منسوبا الى اصحاب الكهف دخل في دائره التوقير والتعزير التعزير هو التعظيم القران قرر هذه الحقيقه قررها في الديانه اليهوديه وقررها في الديانه النصرانيه مثل ما قرأت عليكم اذا ذهبت بكم الى سوره المائده والى الايه الثانيه بعد العاشره بعد البسملة من سوره المائده ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل سيتبين لنا هذا الميثاق ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا هذا دين اليهود ايام صحته وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم عزرتموهم عظمتموهم التعظيم هنا بشكل مطلق في حياتهم وبعد حياتهم بعد وفاتهم بعد مماتهم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اي اذا ما عزرتم وعظمتم انبياءكم في حياتهم وبعد مماتهم ما كما كنتم تفعلون مع التابوت مع تابوت السكينه مع صندوق موسى الذي فيه بقايا من اثار ال موسى واثار ال هارون لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار هذا الميثاق اخذ على بني اسرائيل واخذ على بني اسرائيل ثانيه ايام عيسى فالنصارى هم اسرائيليون ايضا في بداياتهم عيسى اسرائيلي والحواريون اسرائيليون والديانه النصرانيه في بدايتها ديانه اسرائيليه فهذا الميثاق اخذ على اليهود على بني اسرائيل زمان الديانه الموسويه الصحيحه واخذ على بني اسرائيل ايضا زمان الديانه العيسويه الصحيحه اقرا الايه مره اخرى عليكم ورابطوا بين مضامين الايات ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم عظمتموهم في حياتهم وبعد حياتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك مثل ما فعلوا بتابوت موسى بتابوت السكينة حينما أخرجه الصبية يلعبون به ويعبثون به في الشوارع والطرقات فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فرجعوا إلى نبيهم شموئل بعد الذي جرى وجرى عليهم من كثير من المجريات ارجع الله اليهم تابوت السكينه كي يقدسوه مره اخرى هذا هو تعزير وتقديس للانبياء في حياتهم وبعد مماتهم اذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف والحديث عن نبينا وعن أهل الكتاب دققوا النظر معي إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الأمية من أم القرى لكما يقول سفله النجف حقراء حوزه النجف من ايات الله العظمى من ان النبي لا يحسن القراءه والكتابه وقد لعنهم الائمه، قالوا ان الذي يعتقد بهذه العقيده كذاب وملعون باقر العلوم وصفهم بهذا الوصف وجواد الائمه ايضا. كذبوا عليهم لعنه الله، كذبوا لعنهم الله. كذبوا عليهم لعنه الله، هكذا قال ائمتنا عن الذين يقولون من ان النبي صلى الله عليه واله لا يحسن القراءه والكتابه، الخوئي يقول بهذا، محمد باقر الصدر يقول بهذا، السيستاني يقول بهذا اسحاق الفياض يقول بهذا، محمد سعيد الحكيم يقول بهذا، بشير النجفي يقول بهذا، وبقيه المراجع والحكايه تبدا من الطوسي. الطوسي يقول بهذا ايضا في تفسيره التبيان. والائمه يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيده كذبوا عليهم لعنه الله. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه اليهود والانجيل النصارى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم دققوا في الايه فالذين امنوا به منهم من اليهود والنصارى وعزروه عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون تلاحظون ان الاوامر واحده وان الديانه واحده فمثلما امروا في الديانه اليهوديه الصحيحه وفي الديانه النصرانيه الصحيحه في المواثيق التي اخذت عليهم ان يعزروا الانبياء والاولياء في حياتهم وبعد مماتهم وحكايه طالوت وجالوت واضحه وحكايه بناء المسجد على قبر اصحاب الكهف مع كلبهم هي حكايه واضحه وواضحه جدا والميثاق بالتعزير والتعظيم مر علينا في سوره المائده فها هو الكلام هو هو في سوره الاعراف عن اليهود والنصارى وعن أن دينهم لا يتحقق إلا أن يؤمنوا بمحمد ويعزروه وينصروه الآية واضحة والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ولا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء وإلى سورة الفتح ماذا تقول سورة الفتح؟ سورة الفتح في الآية الثامنة والتي بعدها بعد البسملة الخطاب لرسول الله والخطاب هنا للمسلمين جميعا أكانوا في الأصل من المشركين الجاهليين؟ ام كانوا من اليهود ام كانوا من النصارى الخطاب للمسلمين جميعا انا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لماذا والخطاب هنا للامه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيله تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزر الله وتوقر الله وذلك كيف يكون ان نعزر محمدا وأن نوقر محمدا فمن عزّر محمدا فقد عزّر الله من أطاعه فقد أطاع الله من وقّر محمدا فقد وقّر الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا المضامين هي هي والحقيقه واضحه جدا خصوصا اذا قرانا الايه التي بعد هاتين الايتين وهي العاشره بعد البسمله من سوره الفتح ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله التوقير لله توقير لمحمد صلى الله عليه واله والتسبيح له انه التنزيه تنزيه محمد عن كل نقص هو تنزيه لله سبحانه وتعالى لأن محمدا وجه الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم الى اخر ما جاء في السوره الكريمه فالتعزير والتوقير والتسبيح لله اساسا التسبيح في حق محمد ان نصلي على محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين معنى التسبيح هو معنى الصلاه على محمد وال محمد اذا اردتم التفاصيل عودوا الى مجموعه حلقات معاني الصلاه من برنامج الكتاب الناطق انني وضحت كل شيء ووضعته بين ايديكم نذهب الى فاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ واين, وَأين العقول, العقول عن هذا واين, وَأين يوجد, يوجد مثل, مثل هذا؟, هذا اتظنون ان ذلك يوجد في غير ال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم اعتقد ان المنطقه القرانيه صار واضحا هذا قرانهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم هذه المعلومات التي حدثتكم بها عن تفاصيل الايات من رواياتهم واحاديثهم الشريفه لا اجد وقتا كي اقرا عليكم هذه الاحاديث او ان اتي بمصادرها لذا اوجزت الكلام الى حد بعيد في الحقيقة هناك الكثير من النقاط المهمة والمهمة جدا طويت كشحا عنها واعرضت عن ذكرها لانني انظر الى الموقت على طاولتي يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب في هذا الموضوع المهم انني حريص على ان اوصل انني حريص وحريص جدا على ان اوصل هذه الحقائق الى ابنائي وبناتي من شباب شيعه الحجه بن الحسن كي لا يخدعوا بهذه المزبله وبهذه القمامه في حوزه النجف وانتم استمعتم الى حديث مدير مكتب المرجع الاعلم اسحاق الفياض هذا في الحقيقة هو أحسن من إسحاق الفياض يتكلم لو كان السؤال موجها لإسحاق الفياض لا نعلم ماذا سيقول دوم أقول لكم ذولا ما ينطلع بيهم الباب الغرفة ما ينطلع بيهم قباحة هؤلاء قباحة قباحة إلى أبعد الحدود ذولا ما ينطلع بيهم ذولا الشيعة ضحكين على أنفسهم يصورونهم شيء وهم لا شيء هم اقل من اللا شيء الشيعه حمير يتخيلون ان هؤلاء على شيء لا هم على شيء ولا هم شيء ولا هم لا شيء هم دون اللا شيء هذا محمد جواد مهدوي هذا اكفأ من اسحاق الفياض لو كان إسحاق الفياض يتحدث لكانت الفضيحة أكبر والحال هو هو مع البقية وذاك الأعلم اللي انتخب هذا الأعلم مثل نفس الشيء الخرط هو الخرط مثل ما قلت لكم في الحلقتين الماضيتين مثل ما قلت لكم في الحلقتين الماضيتين الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي هو هذا الموجود قارنوا بين هذا المنطق بين منطق الكتاب والعترة بين المنطق الزهرائي المهدوي وبين منطق ذول المزبلة المنطق القرآني واضح صريح في أن الديانة اليهودية تبني وفي ان الديانه النصرانيه تبني والقران يقرر هذا وكل ذلك تطبيق لتعزير الانبياء لتعظيمهم ومثلما امر بنو اسرائيل بان يعزروا الانبياء ان يعظموا الانبياء في حياتهم وبعد موتهم الذين امنوا منهم بمحمد صلى الله عليه واله امروا ايضا ان يعزروا وان يوقروا وان يعظموا محمدا وتعظيمنا لمحمد صلى الله عليه واله يتجلى في تعظيمنا لعلي الذي هو نفسه ولفاطمة التي هي روحه بين جنبيه ولحسن وحسين هما لحمه ودمه ولآل حسين لعترة حسين من سجادهم إلى قائمهم هؤلاء الذين اولهم محمد كلهم من محمد المصطفى الى قائمهم اولهم محمد واوسطهم محمد واخرهم محمد كلهم محمد اولهم علي واوسطهم علي واخرهم علي كلهم علي اولهم فاطمه روحه التي بين جنبي أولهم فاطمة أوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة كلهم فاطمة إنهم أئمة الأئمة محمد علي فاطمة أعتقد أن صورة باتت واضحة بحسب المنطق القرآني ومع ذلك فإنني سأعود بكم إلى الآية السابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الديانه الابراهيميه هي البوابه المفتوحه للديانه المحمديه فديانتنا ابراهيميه حنيفية إسماعيلية الديانة الموسوية لم تنسخ الديانة الإبراهيمية لأن الديانة الإبراهيمية أعلى شأنا الديانة العيسوية لم تنسخ الديانة الابراهيميه نسخت الديانه الموسويه فالديانه الموسويه شانها دون الديانه العيسويه اما الديانه الابراهيميه هي اعلى شانا لم تنسخ بقي اوصياء ابراهيم الى زمان محمد اخر اوصياء ابراهيم ابو طالب صلوات الله عليه واوصياء ابراهيم كلهم انبياء هكذا حدثونا صلوات الله عليهم لا شان لي بقذارات النواصب وقذارات مراجع الشيعه الذين يبذلون جهدهم ان يثبتوا اسلام ابي طالب طيع الله حظكم وحظ عقيدتكم ابو طالب وصي من أوصياء إبراهيم وكان نبيا لأن أوصياء إبراهيم كلهم أنبياء هذا هو حديث العترة الطاهرة قلت لكم لا شأن لي بالنواصب يقتنعون به قلت لكم لا شأن لي بالنواصب يجدون حديثي صحيحا يجدون حديثي ضالا لهم دينهم ولي ديني. ولا شان لي كذلك بقذارات هؤلاء السفله المرجئه الاغبياء في النجف. لهم دينهم ولي ديني. هذا هو ديني. بعد ان قرات عليكم من ان ابراهيم واسماعيل هما اللذان بني الكعبه وهذه قضيه تعرفونها لكنني اردت ان اقراها من المصحف لانني اريد ان اقرا عليكم من اهم كتبنا من الكافي الشريف هذا هو الجزء الرابع من الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 211 الحديث الثالث عشر من الباب مئة وثلاثة باب ميه وثلاثه وثلاثين الحديث الثالث عشر بسنده عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي الروايه ابو بكر الحضرمي عن امامنا الصادق ماذا يقول امامنا الصادق صلوات الله عليه ان اسماعيل دفن امه في الحجر هذا الذي يعرف بحجر اسماعيل الذي هو بجانب الكعبه ما هذا المسجد الحرام هذه الكعبه وما يحيط بها هذا هو المسجد الحرام اين دفن امه اين دفنت هاجر أم اسماعيل دفنت بجوار الكعبه في هذا الحجر الذي حينما نطوف نطوف حوله ايضا حول الحجر حجر اسماعيل هذا هو قبر امه هاجر في المسجد الحرام هذا الاثول مهدوي هذا الاثول يقول لفراج الصهيبي من ان حضرات الائمه مراقد وليست مساجد، حضرات الائمه اشرف من المساجد ما قيمه المساجد؟ حضرات الائمه اشرف من المساجد تريليونات المرات ما قيمه المساجد؟ المساجد لها قدسيتها بحدودها اتعلمون لماذا؟ ساقرا عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف من الطبعة نفسها من الباب 214 صفحة 361 الحديث الرابع عشر عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه عن بعض أصحابه عن بعض أصحاب ابن أبي عمير قال: قلت لابي عبد الله اصحاب ابن ابي عمير هم اصحاب امامنا الصادق صلوات الله عليه، اصحاب امامنا الكاظم سلام الله عليه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه قال: قلت لابي عبد الله اني لاكره الصلاه في مساجدهم قال لامامنا الصادق اني لاكره الصلاه في مساجدهم في مساجد الامويين في مساجد العباسيين في المساجد التي تحت حكمهم اني لاكره الصلاه في مساجدهم فقال لا تكره قطعا الامام لا يتحدث عن كل ما يقال له مسجد الامام يتحدث عن المساجد التي هي عند الله مساجد المساجد التي تتخذ ضرارا هذه حكمها ان تهدم وان تحرق وان تحول الى مزبله مثل ما فعل ذلك رسول الله في مسجد المنافقين فانه قد هدم واحرق وحول الى مزبله الامام هنا يتحدث عن المساجد التي هي عند الله مساجد ولكنها تحت سلطه الظالمين فمسجد النبي كان ولا زال تحت سلطه الظالمين والكثير من المساجد تحت سلطه الظالمين مسجد الكوفه تحت سلطه الظالمين ولا زال تحت سلطه السفهاء من سفهاء الشيعه ما هو تحت سلطه المرجعيه وهي مرجعيه ظالمه سفيهه ايضا اني لا اكره الصلاه في مساجده يتحدث عن المساجد التي هي مساجد لا ان اي بناء يقال له مسجد حتى لو كان عظيما حتى لو كان مشهورا فقال لا تكره فما من مسجد عند الله مسجد عند صاحب الزمان يقال له مسجد حتى لو كان تحت سلطه الظالمين فما من مسجد بني الا على قبر نبي او وصي نبي الناس لا تعلم الناس لا تعلم ولكنها تبني مسجدا اذا كان مسجدا عند الله فانها تبني على قبر نبي او وصي نبي فما من مسجد بني الا على قبر نبي او وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعه رشه من دمه دماء الانبياء طاهره الا لعنه على فقه مراجع النجف الذين يقولون ان دماء محمد وال محمد نجسه الا لعنه على فقههم. دماء الانبياء طاهره الى الحد الذي فان الله سبحانه وتعالى يقيض اناس الى الحد الذي ان الله سبحانه وتعالى يقيض اناسا كي يبنوا مساجد تكون عند الله مساجد لان رشه دم من دم نبي وقعت في تلك الارض سلام على دمائك السائلات يا حسين ولذا فإن الله أبى أن تكون دماؤه في الأرض رفعها حيث استقرت في عالم الخلد يا حسين يا حسين يا حسين أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع اضلة الخلائق، الا لعنة على منابركم، على منابر الوائل الذي يقول بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده، الا لعنة على فقه السيستاني واسحاق الفياض وسائر المراجع من الخوئي ومحمد باقر الصدر ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي وبقية المراجع. الذين يقولون بنجاسة دم المعصوم فتاواهم موجودة لا يضحك عليكم صادق الشيرازي فيديو منشور باللغة الفارسية حيث يكذب من أن العروة الوثقى لم تصرح بنجاسة دم المعصوم كذاب هذا عودوا إلى برامجي واطلعوا على التفاصيل وعودوا إلى المصادر والكتب كذاب محرف هذا فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فاد فيها الفريضه والنوافل واقض فيها ما فاتك حتى لو كانت تلك المساجد تحت سلطه المخالفين تحت يد الظالمين الامام يتحدث عن المساجد التي هي المساجد عند الله وما هي بالمساجد الضراري التي حكمها الهدم والحرق وان تحول ارضها الى مزبله الى كنيف قذر فالامام يتحدث عن المساجد التي هي المساجد حتى لو كانت تحت سلطه الظالمين تحت سلطه النواصب الامام يقول فما من مسجد بني الا على قبر نبي او وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعه رشه من دمه فماذا تقولون عن المسجد الحرام منطق أهل البيت واحد حديث العترة واحد منهاج نقي مضيء منير ألا لعنة على منهج حوزة النجف هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذاراتهم بحسب قذارات الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وإسحاق الفياض والبقية ألا لعنة على منهجهم هذا المنهج الذي يدمر هذا الفكر وهذه الثقافة الأصيلة أعود إلى الكافي إلى الجزء الرابع إمامنا الصادق يقول إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها هذا السياج الذي وضع على قبرها لئلا يوطأ قبر ام اسماعيل في الحجر هذا السياج حول هذا المكان هذه المساحه هي قبر لهاجر ولال اسماعيل هذه مقبره هنا دفنت هاجر وهنا دفن اسماعيل هنا دفنوا آل اسماعيل هنا دفنوا لكن في البدايه هاجر دفنت ووضع اسماعيل لها حجرا ان اسماعيل دفن امه في الحجر الحجر يعني المكان المحجور المحجوز المسيّج هذا هو معنى الحجر ان اسماعيل دفن امه في الحجر يسمى بحجر اسماعيل دفن امه وحجره وضع له سياجا بجانب الكعبه في وسط المسجد الحرام هذا هو المسجد الحرام وهذه الكعبه الكعبه قلب المسجد الحرام ان اسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطا قبر ام اسماعيل في الحجر الحديث الرابع عشر بسنده عن المفضل بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحجر بيت اسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر اسماعيل ونحن نطوف حول البيت وحول الحجر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل أنا لا شأن لي بالنواصب أنا أحدثكم أنتم يا شباب شيعتي من أبنائي وبناتي هذه الثقافة الأصيلة لا تعبؤوا بالنواصب وما يقولون ولا تعبؤوا بمزبلة وقمامة النجف يقول له ما عندهم فلوس طيح الله عظك وحظ المرجع اللي نصبك وحظ المرجع اللي نصبه وسواء الأعلى طيح الله عظكم جميعا الحديث الخامس عشر بسنده عن معاوية بن عمار قال سالت ابا عبد الله سال الامام الصادقه صلوات الله وسلامه عليه عن الحجر امن البيت هو او فيه شيء من البيت هل هو من الكعبه فقال لا ولا قلامه ظفر ما فيه ولا شيء من البيت ولكنه يقدس لانه قبر لاسماعيل وامه ولشيء اخر الروايه تتحدث عنه ولكن اسماعيل دفن امه فيه فكره ان توطا فحجر عليه حجرا بنى له سياجا وفيه في هذا الحجر قبور انبياء القانون هو القانون ما من مسجد عند الله الا وقد بني على بقعه فيها رشه من دم نبي او وصي نبي. الامام يقول ولكن اسماعيل دفن امه فيه في الحجر فكره ان توطا يريد الكرامه لقبرها فحجر عليه حجرا بنى عليه بناء هذا قبر في المسجد الحرامي بجوار الكعبه وبني عليه البناء حجر عليه الحجر وصار جزءا من الطواف ولكن اسماعيل دفن امه فيه فكره ان توطا فحجر عليه حجرا وفيه قبور انبياء في ذلك الحجر في ذلك المكان من نفس الجزء صفحة 214 الحديث السابع من الباب 134 عن المفضل عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إمامنا الباقر يقول: صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي هذا يعني قبل ان يبنى وربما بعدما بني بالنتيجه صلى في مسجد الخيف سبعمائه نبي قد تقولون كيف صلوا بعد البناء هم يزورون الاماكن المقدسه مثلما يزور الانبياء كربلاء والنجف يزورون الاماكن المقدسه خصوصا إذا أردنا أن نستمر في قراءة الحديث الباقر, الباقر يقول صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي وإنما بين الركن والمقام في المسجد الحرام لمشحون من قبور الأنبياء والحديث يستمر وإن آدم لفي حرم الله عز وجل آدم نقل إلى النجف بعد ذلك الذي نقله إلى النجف نوح في الطوفان آدم لم يكن مدفونا في النجف منذ البداية وانما نقله نوح الى النجف فنوح عند الطوفان نقل ادم من قبره السابق ودفنه في النجف ونحن نسلم على الامير وعلى ضجيعيه ادم ونوح حينما نزوره في النجف على اي حال هذه المطالب خارجه عن بحثي الان فالإمام الباقر هكذا يقول من أنه ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء صفحة 215 الحديث العاشر عن معاوية بن عمار الدهني قطعا بسند الكليني عن معاوية بن عمار الدهني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دفن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود سبعون نبيا أماتهم الله جوعا وضرا هذه نماذج من أحاديثهم أنا لست في مقام الاستقصاء لكنني جئت بها من اوثق كتبنا، جئت بها من الكافي. اردت ان انقل لكم الثقافه الاصيله من قرانهم المفسر بتفسيره ومن احاديثهم المفهمه بنفس احاديثهم، تلاحظون ان الاحاديث تشرح الاحاديث وكنت قاصدا ان اتي بمجموعه من الاحاديث يشرح بعضها بعضا والا فهناك الكثير من الروايات والاحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع اردت ان اضع لباب الثقافه الزهرائيه المهدويه بين ايديكم من منطقهم القراني بحسب الفهم العلوي الى حديثهم في اشرف الكتب الى حديثهم الشريف في الكافي الشريف اتعلمون ماذا يعني حين اقول لكم هذه احاديث الكافي يعني احاديثهم واعتقد ان عطر محمد وال محمد يفوح يفوح من برامج هذه القناه ليس لاني اقدمها لا قيمه لي صدقوني صدقوني لا قيمه لي لا اقول هذا للاستهلاك الاعلامي انا واحد منكم حالي من حالكم عيوبي كثيره كعيوبكم انا لا اجاملكم ولا اجامل نفسي انما وفقت أن أكون راوية حديث أن أروي حديثهم الطاهر المطهر لكم الشرف كل الشرف لهذا الكلام وليس لي وإن كان لي من شرف فلأنني أروي هذا الشرف الشرف هنا والكرامة هنا والطهارة هنا ألا لعنة على حوزة النجا العنوها كلما سمعتم حديثا لامس قلوبكم فاقطعوا ان مراجع النجف يضعفونه فالعنوا منهجهم العنوا المنهج القذرة لحوزة الطوسي هذه الاحاديث ضعيفة بحسب قذارات مراجع حوزة السفاهة والقذارة نذهب إلى فاصل. قال, قال رسول الله صلى الله, الله عليه وآله, واله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى, لا يبقى من, القرآن من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس رسول الله صلى الله عليه واله اين دفن دفن في بيته لا اريد ان ادخل في هذا النقاش هل دفن في حجرة عائشة أم دفن في مكان آخر؟ هل دفن في حجرة الزهراء؟ هل حجرة عائشة في الجهة الشرقية من المسجد أم أنها في جهة أخرى؟ هذه النقاشات لا أريد أن أدخل فيها، لأنني أتحدث مع شباب شيعة الحجة ابن الحسن. هذه نقاشات عقيمة لا نفع فيها يشتغل فيها سفهاء الوهابيه مع سفهاء الشيعه لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل النبي صلى الله عليه واله قتل في بيته استشهد في بيته ودفن في بيته اذا كانوا يقولون من ان النبي قال من اننا معاشر الانبياء لا نورث فكيف صارت الحجره حجره لعائشه حتى لو كان قد دفن في حجره عائشه ما انتم تقولون من ان النبي صلى الله عليه واله قال انا معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث فكيف صارت الحجرة حجرة لعائشة؟ فالبيت بيت محمد صلى الله عليه واله على ما يقولون وعلى ما نقول نحن فإن البيت بيت فاطمة أتعلمون لماذا؟ كم هي مساحة بيت النبي؟ أنا افترضت أن مساحة بيت النبي 500 متر وهي ليست كذلك هذا كثير جدا صدقوني عودوا إلى التأريخ وإلى تفاصيل التأريخ هذه المساحة كبيرة وواسعة جدا بيت النبي ما كان بهذه المساحة لكنني افترضت أن مساحة بيت النبي خمسمائة متر النبي حينما استشهد ورحل عن الدنيا ترك فاطمة عنده ولد الولد يطلق على الذكور وعلى الإناث عنده ولد عنده فاطمة بنته فاطمة فإذا كان الزوج المتوفى عنده ولد اكان ذكرا ام انثى فحصه زوجته ان كانت زوجه واحده او حصه زوجاته ان كن اكثر من واحده الثمن حصه الزوجه من الميراث ان لم يكن للزوج من سلاله من ولد ليس عنده لا بنت ولا ولد ذكر فحصة الزوجة الرب إذا كان عنده ذرية فحصة الزوجة الثم. النبي حين استشهد كان عدد نسائه تسعا توفي واستشهد مسموما عن تسع نساء الآن قسموا خمسمائة متر على ثمانية كي نستخرج الثمن ثمن الخمسمائة اثنين وستين متر مربع ونصف المتر هذا إذا كان بيت النبي بهذه المساحة خمسمائة متر مربع وهو ليس كذلك ليس كذلك لكن إذا كانت مساحة بيت النبي خمسمائة متر مربع الآن نريد أن نقسم الميراث على قولهم أنه لا يورث فليس لعائشة ولا غير عائشة من نساء النبي من ميراث في بيته لأنه لا يورث على قولنا نحن من أنه يورث فالثمن لنسائه وعدد النساء تسع استشهد ورحل عن الدنيا عن تسع نساء نقسم خمسمية على ثمانية حتى نستخرج الثمن الثمن اثنين وستين ونص متر مربع الان نقسم 62 وستين ونص متر مربع على تسعه تطلع حصه كل زوجه سته امتار و وتسعين سنتيمتر مربع اقل من سبعه امتار فوين صارت غرفه عائشه يا عائشه يا بطيخ هذا اذا كان بيت النبي 500 متر مربع هذا بيت فاطمه البيت اساسا بيت محمد ورثته فاطمه فاطمه كرما منها تركت نساء ابيها في البيت هذا بيتها فاطمه الكريمه العظيمه قطعا لن تترك زوجات ابيها من دون سكن فسمحت لهن بالسكن في نفس المكان ولكن ملكيه البيت لفاطمه الحسن لما اراد ان يدفن في بيت امه وعائشه منعت دفنه لأن السلطة معها ودفن بعد ذلك في البقيع بحسب وصيته ان منعوا دفنه في بيت امه فاطمة الذي هو بيت النبي ابو بكر وعمر دفن غصبا من دون رضا ورثة صاحبة البيت فهذا البيت تنتقل ملكيته الى الحسن والحسين والى امير المؤمنين بعد مقتل فاطمه ميراثها ينتقل الى زوجها واولادها فهذا البيت لعلي والحسن والحسين وزينب ابو بكر دفن من دون اجازه من هؤلاء لانه دفن بعد مقتل فاطمه وعمر دفن من دون اجازه من هؤلاء عمر اخذ الاجازه بحسب صحيح البخاري من عائشه البيت ما هو ببيت عائشه لما خرجت عائشة على بغلتها حين جاء الهاشميون يحملون نعش الإمام الحسن وقالت لهم: إني لا أريد أن يدخل في بيتي من لا أحب، إنها لا تحب الحسنة قطعا لا تحب الحسنة هذا شيء طبيعي فماذا قال لها ابن عباس؟ يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنتِ تجملتِ يشير إلى واقعة الجمل تجملتِ تبغلتِ والآن ركبت البغلة ولو شئتِ تفيلتِ وربما في يوم من الأيام ستركبين فيلاً يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنتِ تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تملكت هذا هو الذي أتحدث عنه حصة عائشة ست أمتار وأربعة وتسعين سنتيمتر مربع إذا كانت مساحة بيت النبي 500 متر مربع وهو ليس كذلك اذا اردنا ان ندقق في الخرائط الاثاريه وفي الاوصاف التاريخيه وفيما يعرفه اهل الخبره من اهل المدينه اذا جمعنا كل هذه المعلومات فإن مساحه بيت النبي بكله مع بيت علي وفاطمه الذي كان جزءا من بيت النبي مع بيت علي وفاطمه لن تصل المساحه الى 300 متر مربع هي اقل من 300 متر مربع لن تصل الى هذه المساحه لنفترض أن المساحة 300 متر مربع نقسمها على ثمانية نقسم 300 على ثمانية الثمن حصة النساء تدرون إيش قد يطلع ثمن 300 متر 37 متر ونص متر مربع 37 ونص متر مربع نقسم 37 أو نص على تسعة تسعة نساء سبعة وثلاثين ونص تقسيم تسعة أربع أمتار و16 سنتيمتر هذه حصة عائشة أربعة أمتار و16 سنتيمتر مربع هذه حصتها فأين كانت تعيش وأين دفن ابوها في حصتها واين دفن عمر باجازتها من هنا هذه الروايات التي تقول عن الامام من انه سيخرج الرجلين هذا هو صاحب البيت ومن حق صاحب البيت ومن حق صاحب الارض اذا ما جاء احد ودفن فيها ميتا من دون اجازته من حقه ان يخرج ذلك الميت من قبره من حقه فهذا البيت بيت فاطمه والذي يرثه الان صاحب الامر يريد ان يسمح لهما الامر اليه يريد ان يخرجهما من قبريهما الارض ارضه وهو الوارث الحقيقي البيت بيت فاطمه وهذا هو وارثها وارثها هو الحجه بن الحسن الى اين اريد ان اصل اريد ان اصل من ان النبي اوصى ان يدفن في بيته من انه يدفن حيث تقبض روحه الطاهره قبضت روحه الطاهره في بيت علي في حجره فاطمه وليس في حجره عائشه فقد فاضت روحه الطاهره في حجر علي واين كان علي؟ هل كان في حجره عائشه؟ كان في حجره فاطمه وبالنتيجه انا لا اريد ان ادخل في هذا النقاش هل دفن في حجرة عائشة أو في حجرة فاطمة البيت كله بيت فاطمة من أوله إلى آخره وحصة عائشة إذا كانت المساحة 300 متر مربع حصة عائشة 4 أمتار و16 سنتيمتر وفاطمة هي التي سمحت لنساء أبيها أن ينتفعن من بيتها فهذا البيت بيتها وهو ميراثها صلوات الله وسلامه عليها ولا بد ان تخ ولا بد ان تنتقل الملكيه ميراثا الى علي والحسن والحسين وزينب الى عائلتها الى زوجها وذريتها وهكذا تنتقل الملكيه حتى تصل الى الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه غايه الامر النبي ما قال لهم ادفنوني في المقابر، قال لهم ادفنوني في بيتي اساسا هو البيت بناء النواصب يبنون على قبر ابي بكر وعمر ويزورونهم ويكتبون لهم زيارات اذا ما ذهبتم الى المدينه هناك زيارات مطبوعه مكتوبه هم نسجوها لزياره ابي بكر وعمر ولزياره عثمان الذي لا يعرف قبره شخصوا له قبرا ولكن لا دليل على ذلك على اي حال لا شان لنا بهذه التفاصيل هذه التفاصيل خارجه عن الموضوع يبنون على قبر ابي بكر وعمر ويعترضون على البناء على قبور آل محمد ما هو قبر أبي بكر عليه بناء وقبر عمر عليه بناء قبر رسول الله أيضا عليه بناء وبناء ضخم لأن النبي أساسا هو أوصى أن يدفن في بيته والبيت بناء هذه هي وصية النبي من أنه يدفن في بيته والبيت بناء أساسا البناء كان موجودا قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله وهو عالم أن هذا البيت سيلحق بمسجده فهل يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه واله فلماذا فعل رسول الله هذا ما هي القضيه واضحه جدا وواضحه للجميع انا لا اريد ان اناقش النواصب النواصب يرون الحقيقه بام اعينهم ويقفزون عليها ولا شان لي بهم أهلها لعنه الله عليهم من اولهم الى اخرهم أنا حديثي مع أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن كي يقارنوا بين منطق الثقافة التي يتعلمونها من قناة القمر وبين منطق مكاتب مراجع القمامة في النجف نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد في كامل الزيارات وهو من اوثق كتبنا الشريفه انها احاديثهم هذه الطبعه طبعه مكتبه الصدوق طهران ايران انه الباب الثامن والثمانون حديث طويل عن امامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه حديث قدامه ابن زائده عن ابيه عن السجادي زين العابدين صلوات الله عليه حديث طويل ينقله عن عمته العقيله عن عقيله بني هاشم حديث الميثاق حديث العهد المعهود من رسول الله صلى الله عليه واله والذي جاء فيه العقيلة تقول لإمامنا السجاد متى في الحادي عشر من شهر محرم في السنة الحادية والستين من الهجرة لما خرجوا بهم أسارة العقيلة تتحدث مع السجاد عن قادم الايام كي يصل هذا الكلام الينا وينصبون لهذا الطف علما يقيض الله لنصره الحسين من الشيعه بعد استشهاده فيفعلون هذا الذي يفعلونه ماذا يفعلون؟ وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك سيد الشهداء لا يدرس اثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والايام وليجتهدن ائمه الكفر هؤلاء من امثال قناه وصال واشباهها وليجتهدن ائمه الكفر واشياع الضلاله في محوه وتطميسه فلا يزداد اثره الا ظهورا وامره الا علوا الفتوا انظاركم الى هذه الكلمه وينصبون لهذا الطف علما علما لقبر ابيك لا كما يقولون لكم علما تشير الى معنى معنوي العلم مادي قبل ان يكون معنويا اتعرفون ما معنى علم في لغه العرب العلم في لغة العرب الجبل العالي، عودوا، عودوا إلى كتب اللغة. العلم في لغة العرب، عودوا إلى القواميس. العلم في لغة العرب الجبل العالي الممتد امتدادا طويلا. الجبل الكبير العالي، هذا هو العلم. العلم العلم. العلم البناء العالي الضخم العلم, العلم العلم العلامات العالية التي توضع في ارض المتاهات العلم في لغة العرب سارية او بناء او منارة عالية توضع النار في رأسها بالضبط كالفنار الذي يوضع في الموانئ وفي الخلجان وعند المضائق في البحار كي تهتدي السفن والبواخر طريقها الفنار هو علم أجواد العرب كانوا يضعون في الليل أعمدة عالية أو بناء عاليا ويسجرون النار على رأسه مثل ما يقولون فلان نار على علام هذه حقيقة مادية كانت توضع سارية عالية أو يبنى بناء عال ويوضع على رأسه مكان تسجر فيه نار كبيرة كي يرى المسافرون كي يرى المتحركون في الصحاري والبوادي تلك النار كي يقصدوا ديار اولئك الاجواد للطعام للمنام للراحه للوصول الى مبتغاهم هكذا كان يفعل اجواد العرب فالعلم هو ما علا وارتفع وصار واضحا وشاخصا ومشخصا ومميزا عند البعيد قبل القريب البعيد يراه والقريب يراه والكلام واضح وينصبون لهذا الطف علما ما قالت لاهداف ابيك لقبر ابيك ما قالت لابيك حتى يكون المعنى معنويا العقيلة دقيقة في كلامي ما هذه بنت علي كما كانوا يقولون عنها الذين ينصتون لخطاباتها العاشورائية يقولون كأنها تفرغ عن لسان أبيها تعبير جميل جدا هؤلاء الأعداء يقولون يقولون هذه بنت علي كأنها تفرغ عن لسان ابيها يعني بالضبط كانه هناك انبوبه هناك انبوب هذا الانبوب واصل من لسان علي الى لسانها هناك لينك هناك اسلاك ممتده من لسان علي الى لسانها كانها تفرغ عن لسان ابيها كانها حنفيه وقد ربطت الى بئر الى عين فواره بالماء وهذه الحنفيه تجري تنقل الماء من تلك العين انها العيون الصافيه عيون علي التي امرنا ان نغترف منها وان نغتسل منها والتي هجرها سفله حوزه الطوسي من ايات الله العظمى وذهبوا باتجاه العيون الكدره القذره كي يكرعوا فيها وضللوا اجدادنا واباءنا وضللونا نحن ايضا هم ضالون واضلونا معهم الا لعنه على عيونهم الكدره القذره الا لعنه على كتبهم وعلى حوزتهم وعلى منهجهم وعلى دينهم وعلى عقيدتهم وعلى فقههم وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك للقبر يبنى له البناء العالي ما هو على قبور ائمتنا قليل 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 يفترض بالشيعه في مثل هذا العصر ومع هذه الامكانات ان يكون البناء على قبور ائمتنا اعظم بكثير من هذا الذي هو موجود الان وينصبون لهذا الطف علما ليس لابيك لقبر ابيك فابوك ما هو في القبر هل الحسين في القبر وينصبون لهذا الطف علما لقبر ابيك إذا كان دمه سكن في الخلد دمه الذي تساقط منه وهو على قيد الحياة سكن في الخلد وهذا جزء منه فما بالكم بحسين نفسه صلوات الله عليه وماذا نقرأ بعد؟ الحلقة صارت طويلة الذي أتعبه الحديث لينتقل إلى قناة أخرى من قنوات المرجعية الرشيدة بل كي تشوفوا لكم واحد من هالمطاية أضحكوا عليه شوية ارتاحوا ورجعوا بعدين شوفوا لكم مطي من هالمطاية لابس لعمامة لأ سودة بيضة من أجواء المرجعية شوفوه شي يقولوا ضحكوا شوية عليه وارجعوا بعد ذلك في الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 287 الحديث التاسع عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هل نستطيع ان نتصور ان قبر الحسين ارض خاليه وحوله قد شيدت القصور وتحركت المحامل باتجاهه من الكوفه وسار الناس اليه من الافاق هل يمكن ان يتوقع هذا المعنى لا بد ان يكون بناء عظيما ولا بد ان يكون اعظم من كل بناء كان موجودا في زمان امير المؤمنين هذا الحديث في زمان امير المؤمنين فلا بد ان يتصور المتصور حين سمع امير المؤمنين يتحدث بهذا الحديث لابد ان يتصور بناء ضخما لقبر الحسين بناء هو اعظم من كل البنايات التي كانت في زمان امير المؤمنين فالامير يتحدث عن قصور تشيد حول قبر الحسين فلا بد ان قبره اعظم من تلك القصور هذا هو الذي يفهم من السياق والامام في مقام تقرير وفي مقام مدح للمحامل التي تخرج من الكوفه الى قبر الحسين وفي مقام مدح للشيعه الاتين من الافاق خصوصا وهو يحدد الزمان وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذا كلام في زمان امير المؤمنين وامير المؤمنين هو الذي اشترى ارض كربلاء واوقفها للحسين ولزواره الروايات عندنا هكذا تقول ابراهيم قبله جده اشتراها ايضا الحسين ايضا اشتراها انا لا اريد ان احدثكم عن هذا الموضوع ففيه الكثير من التفاصيل الحسين حين اشتراها سمح للذين اشترى منهم الارض من القبائل التي كانت قاطنه في تلك المنطقه سمح لهم باستثمارها واستعمالها وزراعتها والبناء فيها ولكن اشترط عليهم الا يؤذوا زواره فالحسين يخطط لبناء قبره من الان اشترط عليهم هذا الشرط الحكايه طويله ماذا اذكر لكم وعن اي شيء ساعرض هذا المطلب مطلب كبير جدا هذا الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار. لشيخنا المجلسي الطبعة هي هي صفحة 114 رقم الحديث 36 هذه المرة إمامنا الرضا يحدثنا عن إمامنا السجاد. عن آبائه عن الإمام السجاد. الرواية السابقة حدثنا امامنا الرضا عن ابائه عن امير المؤمنين التي جاء فيها ذكر المحامل التي تخرج من الكوفه الى قبر الحسين روايه السجاد تذكر فيها الاسواق في الروايه السابقه لم تذكر الاسواق وانما ذكرت المحامل في هذه الروايه تذكر الاسواق ولا تذكر المحامل امامنا السجاد يقول كاني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكاني بالاسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الايام والليالي حتى يسار اليه من الافاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذا الكلام حتما قاله الامام السجاد حينما رجع إلى كربلاء في الأربعين حتما حدث الشيعة بهذا الحديث يخبرهم عن عاقبة قبر الحسين عن عاقبة أرض كربلاء وذلك عند انقطاع ملك بني مروان ليس في الحكم الأموي الأول وانما في الحكم الاموي المتاخر في اواخر عصر الغيبه الطويله كما يظهر من الروايات فبعد الامويين في العراق ياتي العباسيون وبعد العباسيين يكون الزمان قريبا من عصر ظهور الحجه ابن الحسن هذا هو الموجود في رواياتهم واحاديثك هذا هو الموجود في رواياتهم وأحاديثهم وأنا أخبركم عن خبرة لا كما إيسربت إسحاق الفياض ويصدر في فتاواه التضريطية من جهالاته وهو يحدث الشيعة عن علامات الظهور وشؤون الغيبة وأمثال ذلك من الخريط الذي مر علينا في الحلقات المتقدمه ما احدثكم به هو الموجود في رواياتهم واحاديثهم وكتبهم الامام السجاد هنا يحدثنا عن قصور وعن اسواق وعن جموع من البشر تاتي قاصده من الافاق الى الحسين فهل نتصور ان قبر الحسين تراب مثلما يريد ان وحصب الانجاس. والامام هنا في مقام المدح وفي مقام التقرير والمضامين واضحه وصريحه وجليه نذهب الى فاصل. عن ميمون البان عن ابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله, صلوات الله عليه, عليه يقول, يقول ليس بين, بين قيام قائم آل محمد وبين قتل, قتل النفس الزكية, الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه, عليه إن أمر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان تعالوا اعرض لكم امثله من اجواء الزياره في ثقافه العتره الطاهره اذا ما ذهبتم الى باب الاستئذان حينما نستاذن لزياره مراقدهم وحضراتهم المقدسه في مفاتيح الجنان ويوجد في المزارات الاخرى ما هو اكثر من هذا لكنني دائما اخذ مفاتيح الجنان لانه متوفر في بيوتكم هذا لون من الوان الاستئذان حين نقف على ابواب حضراتهم المقدسه عند زيارة رسول الله وعند زيارتهم اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك الى اخر الاستئذان ما عندي وقت كي اقرا الاستئذان كاملا اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك هناك باب هناك بناء وهذه الثقافه لم تنشا من فراغ حتى اذا افترضنا ان الدعاء هذا لم يرد عن الائمه وهذه الادعيه وهذه الزيارات لم ترد عن الائمه لكنها نشات في اجوائهم في ثقافتهم من عمق ما وردنا عنهم امام زماننا في عصر الغيبه الطويله في الغيبه الكبرى هناك الكثيرون من الشيعه ممن وفقوا للقائه في هذه المشاهد الشريفه ياتي زائرا وحينما يوفقون للزياره معه يجدون ان الامام يلتزم باداب الزياره من الاستئذان عند الباب هو يريد ان يعلم الذين يزورون معه هناك العديد من الحوادث كان في نيتي ان اورد بعضها لكن وقت الحلقه صار طويلا وطويلا جدا هناك العديد من الحوادث التي على الأقل بالنسبة لي لا أكذبها أعتقد بها أصدقها وأنا لست خرافيا أنا حين أصدق بشيء لا بد أن يكون قد وصل إلى يدي وسقط في يدي من القرائن ومن الحقائق ومن الوثائق التي تجعلني اصدق بما اصدق به. ليس مهما هذا. اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك فهناك باب وهناك استئذان هناك بناء. اما في الاستئذان الطويل المفصل اللهم ان هذه بقعه طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها تعابير دقيقه اللهم ان هذه بقعه البقعه تقال للارض المبنيه وللارض غير المبنيه اللهم إن هذه بقعة، البقعة قد تكون أرضا مبنية قد تكون أرضا خرابا خالية قد تكون أرضا مزروعة قد تكون أرضا بورا لا زراعة فيها، البقعة الأرض اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفت العقوه تلحق بالبناء انها ساحه البيت ليس هناك من عقوه الا وهناك بناء البقعه ارض قد تكون مبنيه قد تكون مزروعه قد تكون خاليه من البناء قد تكون ارضا بورا لا زرع فيها لكن العقوه لا بد ان تكون ملاصقه للبناء فناء البيت يقال له العقوه ساحه البيت التي تجاوره وتلتصق به يقال لها العقوه اذا هناك بقعه انتقلنا بعد ذلك الى مساحه ملاصقه للبناء وعقوه شرفتها ومعالم زكيتها معالم جمع لمعلم يعود بنا الى العلم معلم هو المكان الذي ينصب فيه العلم معلم مفعل والمفعل يكون اسم مكان يكون اسم زمان يكون مصدرا ميميا دالا على الحدثيه على الحدث لا اريد ان ادخل كثيرا في تفاصيل الصرف واللغه والبلاغه، الحلقه صارت طويله. اللهم ان هذه بقعه مساحه واسعه هذه تكون سابقه للعقوه، فالعقوه العقوه الصحن صحن الحرم الحسيني المفتوح الذي يكون بلا سقف الآن سقفوا الصحون ولكن حينما كان مفتوحا هذه العقوة وبناء الحرم الحسيني هذه المعالم المعالم هي المكان الذي تنصب فيه الأعلام والاعلام البنايات العاليه الواضحه التي ترى من بعيد ومنائر الحسين وقبه الحسين ترى من بعيد ومنائر حيدر في النجف ترى من بعيد وقبه المرتضى شاخصه من بعيد ومنائر الرضا في طوس ترى من بعيد وقبه السلطان في طوس ترى من بعيد اللهم ان هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها الى ان يقول الدعاء ووفقنا للسعي الى ابوابهم عامره الى يوم الدين الى ان يقول الدعاء ووفقنا للسعي الى ابوابهم العامره الى يوم الدين واجعل ارواحنا تحن الى موطئ اقدامهم قد يكون المكان ليس مبنيا لكنه يكون موطئ اقدامهم لكن ماذا تقولون ونفوسنا تهوى النظر الى مجالسهم وعرصاتهم حتى كاننا نخاطبهم في حضور اشخاصهم مجالس وعرصات وكاننا نخاطبهم هذه بنايات بنايات اللهم فاذن لنا بدخول هذه العرصات من اين ندخل ندخل من الابواب بدخول هذه العرصات ووفقنا للسعي الى ابوابهم العامره الى يوم الدين ابواب عامره كيف تكون الابواب عامره ما لم تكن البنايات التي بعد الابواب عامره هل هناك باب يوضع لوحده ماذا نحن في حاله نحت سريالي مثلا ماذا الهراء الباب العامر كنايه عن البناء العامر ووفقنا للسعي الى ابوابهم العامره الى يوم الدين واجعل ارواحنا تحن الى موطئ اقدامهم ونفوسنا تهوى النظر الى مجالسهم وعرصاتهم حتى كاننا نخاطبهم في حضور اشخاصهم اللهم فاذن لنا بدخول هذه العرصات سلام على محمد وال محمد هذه الحقائق كالطوفان كالطوفان هذه ثقافه الكتاب والعثره حينما نخاطب الحسين في الزياره الرجبيه والشعبانيه الزياره المخصوصه الاولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان نخاطبه اشهد انك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك يعني كل هذا والحسين خرابة أي منطق هذا طهرت وطهرت بك البلاد البلاد عامرة طاهرة بك وطهرت ارض انت بها البلاد هنا العراق والارض كربلاء والحرم هو الحرم حرم الحسين اشهد انك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت بها وطهر حرمك وماذا نقرا في زياره اخرى انها الزياره الثالثه من زيارات الحسين الزياره الشعبانيه نخاطب الحسين هكذا اشهد ان هذه التربه تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك هذا التفصيل يشير الى بناء اشهد ان هذه التربه تربتك فاذا كان الكلام عند ارض خاليه فما معنى وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك الى اخر الزياره الشريفه ماذا نقرأ في وداع زيارة العيدين؟ أتحدث عن عيد الفطر وعيد الأضحى من زيارات الحسين هكذا نقول للحسين: السلام عليك يا مولاي سلام مودع لا قال ولا سئم فإن انصرف فلا عن ملاله وان أقم ما وعد الله الصابرين يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك وماذا بعد ورزقني العوده اليك وماذا بعد والمقام في حرمك والكون في مشهدك هناك حرام هناك مشهد هناك مجال للاقامه في هذا الحرام الحرم كربلاء هنا والمشهد هو حرم الحسين الخاص هو قبره الشريف وما يحيط به من البناء هذا هو المشهد والحرم هنا كربلاء والمقام في حرمك ان اقيم في كربلاء والكون في مشهدك حينما ازورك يا حسين هذه المضامين موجوده عند الحسين وعند غير الحسين من الائمه وحتى لو قال قائل عبثت الايدي بهذه النصوص وعبثت الايدي بهذه الاداب والبعض منها الشيعة أنتجته حتى إذا أردت أن أقبل ذلك وهو ليس كذلك ولكنني افتراضا أقبل ذلك ماذا تصنعون بنص الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هذا نص صحيح لا شأن لي بقذارتي مراجع النجا فسند الزياره ضعيف عندهم لا شان لي بقذارات علم رجاله ليذهبوا الى الجحيم الا لعنه على منهجهم هذا النص نص صحيح قطعي كامل عن امامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله انه موسى ابن عبد الله النخعي يقول لامامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا اقوله بليغا كاملا اذا زرت واحدا منكم ماذا قال له الامام الهادي مباشره فقال اذا صرت الى الباب فقف وقل كذا وكذا الإمام هكذا يقول: إذا صرت إلى الباب فقف ثم ماذا يقول وأنت على غسل فإذا دخلت ورأيت القبر، دخلت إلى بناء فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل ثم امشي قليلا امشي قليلا في داخل البناء وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك إلى أن يقول ثم ادن من القبر إلى بقية تفاصيل الزيارة هذه التفاصيل تحدثنا عن بناء عن أبواب عن حرم عن مشهد الحلقه صارت طويله صدقوني بقي عندي كلام كثير لكنني ساكتفي بهذا ثلاث ملاحظات الملاحظه الاولى سيتوقف البث المباشر وسنبدا من يوم غد بإعاده حلقات حديثي عن اسحاق الفياض من الجزء الاول الى الجزء الثاني عشر الى هذا الجزء ليضحك عليكم ابليس ويقولكم سمعتوا الحلقات لا تسمعوها بعد ولا على انفسكم تقولون هذه الحلقات فيها انتقاد للعلماء وقد لا تكون نافعه كثيرا اذا ما استمعنا اليها مره اخرى انا اقول لكم الخير كل الخير في هذه الحلقات هذه الحلقات بمثابه تطعيم طعموا عقولكم بهذا التطعيم وطعموا قلوبكم حتى تعرفوا من اين تاتيكم القذارات. لهذا السبب انا اريد اعاده بثها وبعد ان تكتمل اعاده بثها ساعود اليكم كي اكمل موضوعي في هذه الحلقات التي عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول؟ ما هذه الحلقات تقدم لكم تطعيما حتى لا يضللكم اسحاق الفياض بجهالاته وضلالاته حتى لا يضللكم السيستاني والبقيه بضلالاتهم وجهالاتهم وقد ضربت لكم الامثله. اتمنى عليكم اتمنى على الذين يريدون ان يعرفوا امام زمانهم ان يدرسوا هذه الحلقات دراسه دقيقه وعميقه حتى يستطيعوا ان يطهروا عقولهم وقلوبهم من قذارات المرجئه والبتريه ونواصب الشيعه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل سأذكر لكم الملاحظتين الباقيتين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان, والمكان وخلق نور, نور الانوار الذي نورت منه, منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت منه الانوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا, وعليا فلم يزال نورين أولين إذ أوليني لا, لا شيء كون قبلهما. قبلهما فلم, فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في, في الأصلاب الطاهرة حتى أفترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهم الملاحظة الثانية: أتمنى عليكم إذا كان لي من حق تعليم عليكم أتمنى عليكم فيما بينكم وبين أنفسكم فيما بين منهج قناة القمر وبين منهج حوزة النجف بين منهج السيستاني واسحاق الفياض والبقيه القادرون منكم ان يبينوا هذه الحقيقه للناس بينوها بالسنتكم القادرون على الكتابه اكتبوا اكتبوا على الانترنت اكتبوا بينوا ذلك بالفيديوات بينوا ذلك بالاقلام بينوا ذلك بالالسنه للذين يريدون ان يعرفوا الفارق بين منهج قناه القمر وبين منهج حوزه النجف وتحديدا اتحدث عن منهج السيستاني ومن على شاكلته ومنهج البقيه انما اتحدث عن السيستاني لانه المرجع الاعلى اذا كان لي من حق عليكم فقوموا بهذا ليس لمصلحتي وحق شرف الزهراء لمصلحتكم انتم الملاحظه الثالثه الملاحظه الثالثه سأعرض لكم التقرير النهائية لفحص سونار القمر لإسحاق الفياض سأعرضه لكم الآن أتمنى عليكم أن تدققوا في هذا التقرير كي تنتفعوا من هذه الوثيقة صادرة عن مؤسسة القمر للثقافه والاعلام عن قناه القمر الفضائيه وعن سونار القمر المركزي رجاء اعرضوا لنا هذا التقرير اتمنى ان ينتفع اسحاق الفياض من هذا التقرير اتمنى ذلك انا لا اعتقد انه سينتفع من هذا التقرير الا انها امنيه اتمنى ان ينتفع هو وغيره من هذا التقرير بعد الفحص السوناري الذي استمر من الجزء الأول إلى هذا الجزء وهو الجزء الثاني عشر أعتذر عن الإطالة وأتمنى أن تكونوا قد انتفعتم من هذه الحلقات الإعادة تبدأ من يوم غد وبعد أن يكتمل بث الجزء الثاني عشر في اليوم المباشر ساعود اليكم لاكمال حديثي وقد بقيت عندي موضوعات مهمه وخطيره جدا حتى نلتقي اسالكم الدعاء واتمنى لكم ان تكونوا في فناء امام زمانكم في ليلكم ونهاركم في امان الله